يا صباح الخيرات على كل حضراتكم سيدات والسادة مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. إن شاء الله حضراتكم تسعدوا معنا بحلقة النهاردة اللي أكيد هنتكلم من خلالها عن كل ما هو متعلق بالنادي الأهلي. إحنا مجهزين لحضراتكم مجموعة أخبار لطيفة جدا عن النادي الأهلي. طبعا ده غير كلامنا عن الرياضة العالمية، غير إن إحنا هنزوع الفروع المختلفة للنادي الأهلي من خلال طبعا زملائنا الأعزاء المراسلين والمراسلات. هنشوف معاكم إيه الجديد في عالم الصحافة المتعلقة بالرياضة، صحافة محلية وإقليمية وعالمية طبعا، وهنتعلم برضو مجموعة جديدة من التمارين، وهنتكلم عن التغذية، يعني حاجات منوعة ولطيفة جدا. طبعا كل الكلام ده هيكون في الجزء الأول، أما الجزء الثاني بقى طبعا فقرات حوارية. فهينورنا النهارده ان شاء الله ابطال فريق الكره الطايره تحت سن 17 سنه بعد التتويج ببطوله الجمهوريه. واخيرا وليس اخرا هتنورنا في الاستوديو دكتوره مروه نوح خبيره التغذيه اللي هنتكلم معاها في كتير جدا من المواضيع اللي تهم كل حضراتكم. ولكن كما هي العاده لازم نبتدي معاكم دايما باخبار النادي الاهلي. بكره ان شاء الله هيستأنف النادي الاهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بعد فتره راحه استمرت لمده 6 ايام. عرفنا من خلالها ان كل اللعيبه بقى ايه انتشروا في جميع انحاء الجمهوريه، اللي راح الجونه، اللي راح الغردقه، اللي راح شرم الشيخ. والحقيقه اجازه مستحقه جدا جدا جدا، مفيش ذره شك في ده. افتكروا كده حضراتكم واعملوا فلاش باك الفتره اللي فاتت، الفتره الكبيره، مش كام اسبوع، بقالهم قد ايه مضغوطين بشكل ملفت جدا للنظر، سواء مباريات محليه، مباريات قاريه، معسكرات، تدريبات الى اخره. فالحقيقه هم كلهم جديرين بهذه الاجازه والراحه السلبيه. المهم يعني هيرجعوا طبعا استعدادا بقى لمباراتي الترجي التونسي. الاهلي هيلاعب الترجي التونسي في رادس يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي البطوله، وان شاء الله هيخوض مباراه الاياب يوم 26 يونيو في القاهره. ومن المقرر ان الفريق ان شاء الله هيسافر الى تونس يوم الثلاثاء الجاي بطياره خاصه قبل موعد المباراه باربع ايام عشان يلحقوا يتعودوا على الاجواء في تونس طبعا استعدادا لهذه المواجهه الكبيره والناريه. يمكن في فتره الراحه كان في توجيه من الجهاز الفني للنادي الاهلي لكل اللعيبه، طلبوا منهم ان هم يتفرجوا على اكبر عدد ممكن من مباريات الترجي التونسي خلال فتره الراحه عشان يتعرفوا على تفاصيل اداء لاعبي بطل تونس. كل ده ضمن استعدادات الاهلي للنصف نهائي البطوله الافريقيه اللي تأهل ليها بعد ما أطاح بسان داونز الجنوب إفريقي، بينما فاز الترجي التونسي على شباب بلوزداد الجزائري في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد مباراة قوية جدا. طبعا كلنا أمل في التتويج باللقب العاشر في تاريخ النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكلنا أمل إن هم إن شاء الله هيقدروا يحافظوا على اللقب اللي بيحمله فريقنا بعد ما فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة اللي فاتت. كلنا منتظرين مباراة قوية من النادي الأهلي إن شاء الله، وباذن الرحمن الفوز يكون حليفنا عشان تتحقق بقى امنيات كل الاهلاويه في كل مكان العشره يا اهلي ان شاء الله. هنروح بقى معاكم على تفصيله كده، يعني برضو هي كمان كانت ملفته للنظر ومؤرقه الى حد كبير الحقيقه. يعني يمكن من يومين كنا بنتكلم مع حضراتكم عن بعض الشائعات اللي بتطال لاعبي الاهلي، وقلنا وبنعيد وواضح ان احنا هنفضل نزيد ونكرر نفس الكلام مرات ومرات. كل اللي بيتقال كلام عاري تماما من الصحه، كلام سابق لاوانه مبدئيا كده، وما ينفعش يتقال الا في نهايه الموسم كما هي عاده النادي الاهلي. يعني اي كلام عن صفقات او انتقالات كل دي امور فنيه في المقام الاول، يعني مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنه التخطيط وبطبيعه الحال باشراف من الكابتن محمود الخطيب. بالتالي مفيش داعي بقى الناس كل شويه تقعد تتكلم في كلام مش صحيح بالمره. والملفت للنظر ان دايما الكلام ده بيتقال قبل اي مباراه مهمه للنادي الاهلي، كما هو الحال في الماتش اللي جاي ان شاء الله، خصوصا طبعا على الصعيد الافريقي. مع احترامنا للجميع يعني يا ريت نخلي بالنا ان الاخبار اللي زي دي غالبا مش هيكون القصد منها الا زعزعه استقرار الفريق اللي بيمثل مصر في سباق دوري الابطال اللي خلاص يعني بيقترب من نهايته وبيوشك على الانتهاء. الاهلي زي ما عودكم دايما بيقول دايما كلمته في بيانات رسميه اعمالا لمبدا الشفافيه مع الجمهور ومع الصحافه ومع امه لا اله الا الله.
طيب ده بالنسبه للطقس ودرجات الحراره. تعالوا بقى نروح نتابع مع بعض اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وكل فرقه المختلفه وكافه ما فيه من انشطه مع زميلتنا العزيزه مراسلتنا مريم سميح المتواجده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم صباح الفل عليكي، وقولي لنا ايه الاخبار عندك وايه الاجواء. صباح الفل عليك يا كريم، بصبح عليك وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة، وتحديدا من داخل ملعب مختار التتش. هيكون معانا يعني كل الجديد في النادي الأهلي، سواء على الأخبار الاجتماعية الأخبار الرياضية وكمان الأجواء اللي موجودة هنا في النادي. خلينا الأول يا كريم نبدأ بالأجواء في النادي. الحقيقة أن النهاردة يعني إقبال الأعضاء يمكن أقل كثافة عن الأيام الماضية. كمان يمكن عايزين نتكلم عن درجة الحرارة النهاردة، يمكن مرتفعة شوية، حاليا بتتراوح ما بين 32 ل 33 درجة، ولكن في الساعات المقبلة أو تحديدا بدءا من الساعة الثانية ظهرا وحتى السادسة مساء هتكون درجة الحرارة بتتراوح حوالي أو هتكون 38 درجة. كمان عايزين نتكلم عن الطرق المحيطة اللي موجودة حول النادي أو الطرق المؤدية للنادي أو المقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة، يمكن أغلبها بيها سيولة مرورية، سواء يعني شوارع الدقي أو العجوزة أو قصر النيل، ولكن يعني كالعادة في كثافة مرورية في الطرق المؤدية أو طرق الدائري ومحور 26 يوليو وكمان كوبري 6 أكتوبر. يمكن دي يا كريم الزحام بيكون فيها لأن هي طرق رئيسية وكل الناس بتكون ماشية منها، فده بيسبب الزحام، ولكن الطرق اللي احنا قلنا عليها في الأول سواء العجوزة أو الدقي أو قصر النيل بهم سيولة مرورية كبيرة، فيمكن يعني لأي حد جاي نادي يمكن أنه هو يستغل هذه الطرق. كمان عايزين نتكلم عن الأعضاء هنا في النادي، يمكن استغلوا طوال فترة الأجازة اللي حصل عليها الفريق الأول لكرة القدم علشان يكون هنا أو يمارسوا رياضة المشي استغلالا لأجازة الفريق داخل ملعب مختار التتش، وده اللي موجود النهاردة فعلا من جميع الأعمار، كبار السن والشباب موجودين علشان يمارسوا رياضة المشي. ننتقل بقى دلوقتي لأخبار الفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة بيتسو موسيماني. خلاص يعني يمكن ساعات قليلة جدا بتفصلنا عن انتهاء الأجازة اللي حصلوا عليها لمدة 6 أيام منذ يوم الجمعة الماضية عقب الودية اللي أقيمت ما بين الأهلي وما بين مصر التأمين. خلاص يعني يمكن دلوقتي الهزار خلص والأجازة خلصت، وإن شاء الله بدءا من غدا أول مران للنادي الأهلي داخل ملعب مختار التتش هيكون موجود، ده طبعا استعدادا لملاقات الترجي يوم 19 في دوري ابطال افريقيا. يمكن بيتسو موسيماني هتكون الفتره اللي جايه دي فتره مهمه جدا، فتره صعبه مش سهله تماما. كمان عايزين نتكلم ان اغلب اللاعبين ابتدوا العوده من المدن الساحليه اللي سافروا ليها بدءا من يوم الجمعه الماضيه، خلاص كلهم يعني اوشكوا على الوصول وفي منهم وصل بالفعل. عايزين كمان نطمن الناس في نقطه مهمه جدا يعني يا كريم، لان كل الناس كانت قلقانه انه يكون في تاثير على مستوى اللاعبين بسبب سفرهم، ولكن الحقيقه هم قرروا ان هم يطمئنوا اللاعبين ويشاركوا ان هم برضو كانوا بيخضعوا لبعض التمرينات، يعني ما كانش في راحه سلبيه تماما زي ما كل الناس كانت فاكره ان هم بس خصصوا الاجازه دي للفسحه او كده، لا، ولكن كان في يمكن كله استغل ان يكون في ورك اوت او يكون في تدريبات خفيفه في الجيم، وده يمكن يطمئن الجمهور شويه ان هم هيكونوا برضو على قد المستوى ان هم يكونوا برضو يعني زي ما بنقول كده في الفورمة. كمان عايزين نتكلم عن أفشة ان هو الحقيقة هيكون في احتمال كبير جدا، يعني بيصل لنسبة كبيرة جدا ان هو يكون موجود في مباراة الترجي يوم 19، لان هو الحقيقة خضع طوال الفترة الماضية ولسه كمان موجود يعني في هذه التمرينات ان هو بيخضع للجلسات الاستشفائية يعني يوم بعد يوم. الحقيقة ان أفشة يعني حتى برضو بيشارك مع جمهوره عبر حسابه على انستجرام ان هو كل يوم الحقيقة بيستغل كل الفترات الموجودة بتاعت الأجازة عشان يلحق بالمباراة المقبلة. كمان واحنا موجودين النهارده عايز اقول لكم ان في لعيبه بالفعل ابتدت التواجد علشان تتمرن في الجيم، زي محمود كهربا، زي كمان محمد محمود، زي محمود وحيد، وكمان احمد نبيل كوكا، يعني كل هؤلاء متواجدين النهارده منذ الصباح الباكر منذ حوالي الساعه 8:30 وكمان التاسعه علشان يخضعوا لتمرينات يعني علشان استعدادا لمران غدا واستعدادا للفتره المقبله كمان.
طبعا احنا النهارده اخترنا كمان يعني الخروج عليكم من ملعب مختار التتش عشان نشوف زي ما هنشوف دلوقتي معانا طبعا ومن خلفنا التجديدات اللي حصلت خلال الفتره الماضيه برضو، والقائمين على النادي والقائمين على التجديدات ومجلس الاداره الحقيقه كان مجهود كبير جدا علشان يكون في تجديد لملعب مختار التتش. يعني الحقيقه لاعبو الاهلي هيكون في انتظارهم شكل جديد لملعب مختار التتش، تم طبعا تركيب كشافات اناره جديده، تم وضع الصور الشهداء كاملة، وتم وضع لوجو جديد للأهلي كمان في المدرجات، وتم وضع كلمة لن ننساكم طبعا تعبيرا عن الشهداء. ده كله كان بيتم التحضير ليه، يمكن طبعا ما كانش في يوم وليلة يا كريم، ولكن كان خلال الأسابيع الماضية، ولكن الحمد لله أصبح المدرج جاهز وده تم تجديده كامل. وزي ما احنا قلنا تم وضع زي ما احنا شايفين معانا طبعا في الصورة من خلفنا كشافات إنارة جديدة وصور الشهداء وكمان لوجو الأهلي الجديد. ننتقل دلوقتي لأخبارنا على المستوى الاجتماعي طبعا، لأن دايما النادي الأهلي بيكون ليه أهمية كبيرة جدا وليه مشاركة كبيرة جدا على المستوى الاجتماعي، وده طبعا تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والنادي الأهلي. كمان اللجنة العليا للجان أعلنت عن مهرجان إبداع لمراكز الشباب والأندية للموسم الثالث، واللي بتنظمه وزاره الشباب والرياضه طبعا، وذلك في يعني مجالات مختلفه جدا. عايزين نقول ابرز المجالات اللي موجوده هتكون تمثيل وافلام قصيره، عزف وغناء وانشاد ديني، كمان ترانيم، شاعر، المراسل الاذاعي والتلفزيوني، كمان الموال الشعبي والفنون التشكيليه، المهارات كمان الحركيه، المواهب الرياضيه على كل المستويات وعلى كل الفئات، الابتكارات العلميه، وكمان المعلق الرياضي. وكمان اعلنت الصفحه الرسميه الحقيقه للنادي الاهلي لمجتمع الاهلي عن الموقع الرسمي للمهرجان وازاي اعضاء النادي الاهلي يقدروا يشتركوا فيه خلال الفتره المقبله. طبعا عايزين نقول ان معروف ان النادي الاهلي مليء بالمواهب على كل هذه المستويات، ان شاء الله يكون مهرجان ابداع فني يعني الاهلي ليه الكلمه العليا فيه. اخيرا يعني عايزين نقول ان الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي خسر امام الاتحاد السكندري في ثاني مباريات نصف نهائي دوري سوبر للمحترفين، واللي كانت بتقام بنظام بيست اوف 5. يمكن اقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية. يعني على الرغم من خساره النادي الاهلي، ولكن الحقيقه ان هو ادى اداء قوي جدا، الفريقين ادوا اداء قوي، ولكن الحظ لم يحالف النادي الاهلي وانتهت المباراه بنتيجه 71-65. تقام المباراه المقبله ان شاء الله غدا الخميس 10 يونيو، وان شاء الله يكون يعني الفوز من يعني نصيب النادي الاهلي، خاصه بعد تعليمات البرتغالي ماريو بالما اللي كمان يعني شدد على اللعيبه انه لازم يكون في تركيز بكره عشان النادي الأهلي يعوض الخسارتين اللي فاتوا. دي كانت كل أخبارنا من داخل مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. بشكرك جدا يا كريم، بشكر كل الجمهور كمان. العودة ليك مرة أخرى. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح. مش حلو قوي الخبر الأخراني اللي سمعناه المتعلق بخسارة النادي الأهلي من الاتحاد السكندري، ولكن الخبر الحلو هو فكرة إن شاء الله هتكون في عودة، وبإذن الله تكون عودة قوية لقفشة، لأن من اللعيبة اللي بيعملوا فرق كبير الحقيقة، ودايما تحركاته بتثمر عن خطورة بتتشكل على الفرق المنافسة، وخصوصا لما بيكون فايق وفي الفورمة. فطبعا بنتمنى له كمان يعني تمام الشفاء واكتمال الجاهزية الفترة الجاية إن شاء الله. طيب نروح بقى مع حضراتكم من النادي أهلي الجزيرة إلى مقر جريدة الشروق مع زميلتنا العزيزة روزان نصر اللي هنتابع معاها أهم الأخبار الرياضية في كل الصحف والمواقع الرياضية المختلفة، واللي من ضمنها خبر مهم جدا الحقيقة. طبعا في البداية بنصبح عليك يا روزان، صباح الفل عليك، أخبارك إيه؟ صباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أنا قلت بس يعني قبل أبرز قبل وأهم لا اتفضلي قول. قول لا لا طبعا قول لي الخبر المهم اللي معاك. أقول أنا لا أنا كنت أقول لك الخبر اللي وقفت قدامه المتعلق بصلاح محمد صلاح طبعا، وكونه مرشح لحمل علم مصر في افتتاح اولمبياد طوكيو، فبرضه عايزين نعرف منك تفاصيل هذا الخبر اكيد الى جانب الاخبار الثانيه اللي انت جاهزه لنا بيها. اتفضل. تمام، ابرز واهم الاخبار الصادره طبعا صباح اليوم، اولا من موقع اليوم
نتابع كيف سيطرت فتيات الأهلي على البطولات المحلية في الكرة الطائرة موسم 2020-2021. نجحت سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي في مواصلة السيطرة المحلية على بطولات الدوري وكأس مصر بالاحتفاظ على لقبين هذا الموسم بالتتويج بلقب الدوري مبكرا قبل انتهاء المسابقة بجولتين والفوز بالكأس على حساب نادي الصيد بالتفوق بنتيجة 3-2 في مواجهة قوية على صالة الشرقية للدخان. كمان عايزين نقول ان فريق سيدات الكرة الطائرة يمتلك نجمات ذات خبرات قوية وهم نهلة سامح، آية الشامي، مريم متولي، وصانع الألعاب شروق فؤاد. من جريدة الجمهورية، ده الخبر اللي انت قلت عليه يا كريم، فعلا هو أبرز وأهم خبر معانا النهاردة. صلاح مرشح لحمل علم مصر. تستعد اللجنة الأولمبية للإعلان عن التشكيل الكامل لبعثة مصر التي ستشارك في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل، وبناء على نتائج عدد من الرياضيين في البطولات المقبلة، حيث أن البعثة ستضم ما يقرب ل 130 رياضيا ورياضية. وأكد هشام حطب أن البعثة المصرية ستسافر على 3 أفواج بداية من 16 أو 17 يوليو المقبل بسبب طبعا الإجراءات الاحترازية في ظل ظروف فيروس كورونا. وتم اختيار محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لحمل علم مصر في الافتتاح. من جريدة الشروق، هالاند وابراهيموفيتش وراموس يتصدرون قائمة الغائبين عن يورو 2020. سيغيب الهداف النرويجي هالاند مهاجم بروسيا عن فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 لكرة القدم، والتي تنطلق فعاليتها الجمعة المقبل بسبب عدم تأهل منتخب بلاده للنهائيات. وسيغيب عدد آخر من اللاعبين ومنهم كمان السويدي إبراهيموفيتش والإسباني سيرجيو راموس والهولندي فان دايك ضمن عدد من اللاعبين الغائبين عن هذه النسخة من البطولات الأوروبية. أخيرا من بوابة أخبار اليوم، منتخب إسبانيا يعلن ثاني إصابة بعدوى كورونا قبل يورو 2020. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن إصابة دييغو يورينتي بفيروس كورونا، وتعتبر إصابة يورينتي هي الثانية في صفوف المنتخب الإسباني عقب إصابة سيرجيو بوسكيتس قائد المنتخب. وأوضح الاتحاد الإسباني أن يورينتي غادر معسكر المنتخب في عربة إسعاف واتبع جميع الإجراءات الخاصة ببروتوكول فيروس كورونا. ويبدأ المنتخب الإسباني مشواره في يورو 2020 مواجهة نظيره السويدي في إشبيلية في 14 يونيو الجاري. طبعا يعني على حس فيروس كورونا، انا عايزه طبعا اقول الف سلامه لنهوان زميلتنا طبعا العزيزه، يعني انا لسه عارفه انها اصيبت يعني بفيروس كورونا بالامس. بندعي لها طبعا كلنا ونتمنى لها الشفاء وانها ترجع طبعا على الف خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دي كانت ابرز واهم الاخبار معانا يا كريم، عوده ليك مره ثانيه. ربنا يخليك، سعدنا بوجودك معانا، كل الشكر لزميلتنا العزيزه روزان نصر، وطبعا الشكر موصول لزميلتنا العزيزه مريم سميح، وبرده تحياتنا اكيد لنهوان. ده انا يا جماعه مش قادر اقول لكم فارق معايا الى اي درجه عدم وجودها، مش لاقي حد اتلمض معايا، فبرضه يعني ان شاء الله ان شاء الله ترجع لنا بالف سلامه في القريب العاجل. طيب لا تكونوا حضراتكم فاهمين بالغلط ان احنا اخبارنا خلصت، تبقوا غلطانين يا حضرات، اخبارنا لسه لم تنتهي بعد. اللي حصل ده كله مش اكتر من مجرد فتح كلام. بستاذنكم هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا معاكم. اتفضل. احنا بنتكلم مع حضراتكم عن فكره الرياضه من حيث المبدا كده، الى اي درجه ممارسه الرياضه شيء ضروري جدا، الى اي درجه لازم تكون الرياضه جزء لا يتجزا من عادات يومنا في حياتنا بشكل عام. طبعا في ناس بتعمل ده طول عمرها، وفي ناس تانية زي حالتي عمرها مع يعني تعالوا نقول عايشه حياه كامله بدون ممارسه الرياضه. طبعا الناس دي بصفه خاصه لازم تبتدي تمارس الرياضه عشان تحاول تنقذ ما يمكن انقاذه. وعلى كل الاحوال هنتابع مع حضراتكم مجموعه من التمارين الرياضيه الجديده مع كابتن احمد عوض وهو مدير الجيم في النادي الاهلي في الجزيره. بعد كده هنطلع فاصل ونرجع نبتدي مع حضراتكم اولى فقراتنا الحواريه. اتفضل. صباح النشاط، صباح السعاده على جمهور الاهلي العظيم وعلى مشاهدين قناه الاهلي العظام. النهارده هنعمل شويه تمارين او مجموعه تمارين الغرض منها هو نحت او تخسيس المنطقه السفلى من الجسم اللي هي الرجلين او الارداف. مفيش تمرين بيخسس وتمرين بيتخن، دي بس ثقافه بنتعلمها الاول قبل ما نبتدي التمرين. مفيش حاجه اسمها تمرين يتخن وتمرين بيخسس، التمرين ما هو الا بيقطع الالياف العضليه او بيضعف العضلات او بنهتك العضلات عشان لما ناكل الاكل ده تستفيد منه العضلات فتحرق الدهون اللي حواليها. لكن مفيش حاجه اسمها تمرين بيخسس وتمرين بيتخن، عشان بس ما نروحش نقول ايه ده تمرين بيخسس المنطقه دي، لا، التمرين ده بيقوي او بيقطع الالياف العضليه في المنطقه دي عشان لما اكل اول العضله دي اللي ما بتشتغلش
فبالتالي هتحرق الدهون اللي حواليها. فاحنا هنعمل تمرين عشان نقوي العضلات اللي في المنطقة السفلى عشان ما يتخزنش عندها دهون تاني. زائد الأكل هو اللي بيخسس وبيتخن. طبيعة الأكل بتاعي، أكلت أكل نظيف، كل 3 ساعات وجبة، عليت الحرق الطبيعي بتاعي، أكل بجرعات منتظمة على الجسم، هتفرق كتير قوي في إن أنا أحافظ على شكل جسمي أو أقلل من الدهون اللي في جسمي. يلا بينا نبتدي. هنبتدي نعمل سكوات بس نعمله صح. رجلي هتبقى واخدة حرف 7، كعب رجلي يكون تحت كتفي، وأعمل سكوات بس بطريقة جديدة، إن أنا هنزل في 4 عدات وأطلع في 4 عدات. 1 2 3 4، بقعد لورا كأني قاعد على كرسي، ميل براسي لقدام عشان يبقى فيه توازن، واطلع 1 2 3 4. تاني مرة كمان، 1 2 3 4، 1 2 3، هنزل في 3 عداد واطلع في عدة واحدة، 1 2 3، واطلع في عدة، 1 2 3، هنعملها 4 مرات، 1 2 3، مرة كمان، 1 2 3، هنزل في عدتين واطلع في عدتين، 1 2 1 2، كده بشتغل على جميع الالياف بتاعت العضله. مرتين كمان، 1 2 1 2، مره كمان هنزل في عده واحده واطلع في 3 عدات، 1 2 3، عده 3 2 1، مره كمان هثبت تحت ثبات، 1 واطلع تاني. دي التانية، مرة كمان، كل حاجة هنعملها 4 مرات. فاضل مرة كمان، هنزل تحت واثبت واعمل 4 بالز، 1 2 3 4، فوق تاني، 1 2 3 4، انا مايل بظهري لورا، ها تاني، 1 2 3 4، اهم حاجة ركبتي ما تطلعش لقدام، 2 3 4، مرة كمان، 1 2 3 4، اخد نفس، عايز افتح رجلي شوية كمان عشان افيد المنطقة الداخلية من الجسم اللي هي العضلة الضمة، هفتح برضو رجلي تبقى 7. نعمل احنا عملناه التاني، هنزل في 4 عدات واطلع في 4 عدات، مرتين، يلا 4 3 2 1، 4 3 2، مرة كمان، فاكرين في 3 عدات، يلا 1 2 3، عدة واحدة، 1 2 3، عدة واحدة، 1 2 3، عدة واحدة، 1 2 3، 2 2، 1 2 1 2، مع بعض، ها 1 2، لما اطلع فوق ما افردش ركبتي. فاضل مرتين، مرة كمان هنزل في عدة واطلع في 3، ها 1 2 3، ها بالانس، توازن، ها بعد لورا، ركبتي بتضمش لجوه. مرة كمان هنزل اثبت عدة واحدة، ها هولد اب، هولد ثبات يعني، مرتين، مرة كمان هنزل اعمل بالس 4 مرات، 4 3 2 1، مرة كمان اخد نفس. اهم حاجة قبل التمرين اسخن كويس، بعد التمرين اعمل استرتشات. حلقة جديدة، معلومات مفيدة، الحلقة الجاية ان شاء الله. بعد أداء قوي وتخطي الصعاب في مواجهات عديدة، استطاع فريق شباب الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 17 سنة التتويج بلقب بطولة الجمهورية بعد أن تغلب على فريق الصيد في ختام منافسات البطولة. شباب طائرة الأهلي نجحوا في ختام المسابقة بتقديم أداء مميز أمام فريق الصيد وإنهاء اللقاء لصالحهم بنتيجة 3 أشواط نظيفة دون مقابل، ليحصدوا لقب البطولة عن جدارة واستحقاق. وكان فريق شباب طائرة الأهلي قد قدم موسما مميزا للغاية على الرغم من الصعوبات العديدة التي واجهها، واستطاع التغلب على الزمالك بنتيجة 3-1 قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة. ولا جديد يذكر، فأبناء القلعة الحمراء دائما يعتلون منصات التتويج ويتوجون بالبطولات والميداليات الذهبية في مختلف المسابقات،
محليا وقاريا. الحقيقه حضرات يعني لا جديد يذكر او يقال، يعني فرق النادي الاهلي مكتسحه البطولات في مختلف اللعبات وخصوصا الكره الطايره، شباب تحت 17 سنه، تحت 19 سنه، حتى فرق الكبار وفرق الانسات والسيدات، يعني بالبلدي كده طايره النادي الاهلي تحلق في سماء بطولات الدوري والكاس والمناطق والجمهوريه. احنا منورنا في اولى فقرات الحواريه في حلقه النهارده مجموعه من لاعبي فريق شباب طايره في النادي الاهلي تحت سن 17 سنه المتوج مؤخرا ببطوله الجمهوريه. هتكون بدايتنا مع كابتن نادر نبيل وهو المدير الفني للفريق، ومنورنا كمان اللاعب زياد اسامه. صباح الفل عليكم. صباح الخير. مليون مبروك اولا. حاجه جميله جدا وحاجه عظيمه. يعني قبل ما نطلع على الهواء لحضراتكم كنت بقول لكابتن نادر وانا ببص لزياد قلت له كابتن نادر انا طول عمري فاهم ان انا طويل ومتأمع قوي، اتضح اللهم صل على النبي 18 سنه بس ما شاء الله. زياد 18 سنه انت حاجه عظيمه. لا الحمد لله. زياد كمان من اللعيبه المميزين، هو كابتن الفريق من اللعيبه المميزين ما شاء الله، وبيصعد للفريق 19 سنه ما شاء الله، وكمان بيتمرن مع الفريق الدرجه الاولى مع كابتن محمد مصلحي. وان شاء الله نتمنى له ان شاء الله مستقبل كويس باذن الله. ان شاء الله باذن الله. تعالى نبتدي حضرتك مع يعني كواليس الموسم ده، لان كل الناس اجمعت على انه كان موسم صعب جدا جدا جدا، فازاي قدرت تتعامل مع كل المعوقات اللي كانت موجوده واللي من ضمنها كورونا بطبيعه الحال؟ اكيد هو موسم السنه دي من اصعب المواسم على الاطلاق، يعني التأجيلات كانت كتيرة جدا، الخوف من الكورونا، الخوف من التجمعات، الإجراءات الاحترازية، الكلام ده كله خلانا في حالة من نوع من التوتر شوية. أكيد. لأن احنا خايفين على لعبتنا، دول أهم حاجة، دول الكنز بتاعنا اللي احنا تعبنا عليه بقالنا سنين عشان يقدروا يوصلوا للمستوى ده. فكنا خايفين عليهم باستمرار إن يكون في ما يكونش في تجمعات أو حاجة زي كده. بس الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نحقق البطولات بتاعتنا، بطولة القاهرة وبطولة الجمهورية. بس الحمد لله ده بفضل يرجع لربنا طبعا في الاول وفي الاخر، ودكتور وجيه حمدي رئيس قطاع الناشئين والناشئات والكابتن احمد زكريا ومجهودات حضرتك بطبيعه الحال. اكيد بص بقى خليك. شفت بقى يعني ايه انكار الذات مع الكابتن نبيل عامل ازاي؟ دوره اكيد مهم جدا معاكم مفيش شك. كان يعني انتوا كمان كان عندكم مجموعه من المباريات كانت فعلا يعني صعوبتها كانت ملفته للنظر، زي الصيد، زي كان في كم من كتير، كان في بطوله القاهره كان في ماتشات صعبه، فرقه الشمس، فرقه دجله، فرق محترمه عندها فولي كويس جدا، بس الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب. بطوله الجمهوريه برضو كان فيها ماتشات صعبه جدا، ماتش الزمالك، ماتش الصيد، ماتش الاتحاد السكندري، ماتشات النهائيه طبعا. بالاضافه انها كانت ثلاث ماتشات متتاليه ورا بعض، ما كانش في وقت للراحه خالص. طب دي يا زياد دي رؤيه كابتن نبيل في الماتشات الصعبه، انت بالنسبه لك انت شخصيا وانت كابتن الفريق اصعب ماتش في الموسم ده على الاطلاق بالنسبه لك كان انهي ماتش؟ هو ماتش في بطوله القاهره كان ماتش الشمس. اوكي. قلت الجمهوريه كان ممكن الزمالك عشان ده ليه طعمه يعني لوحده خالص، بطوله خالص انك تكسب ماتش الزمالك يعتبر، فكان الزمالك يعتبر ده لقاء قمه لوحده دايما حتى لو في اول الموسم يعتبر نهائي. الزمالك يعني كان اصعب ماتش يعتبر. دايما بهتم ان انا اسال اللعيبه وخصوصا المميزين منهم زي حالاتك كده زياد على فكره تيشيرت النادي الاهلي وفكره روح الفانيلا الحمراء، عايزين نعرف من كابتن الفريق ايه هي روح الفانيلا الحمراء؟ هو يعني قبل كل ماتش في اوضه اللبس دايما كابتن نادر يعني معانا بيتكلم على روح الفانيلا الحمراء، وان هو دايما رقم واحد، رقم اثنين زي رقم 10، يعني هو يا اما بطوله يا اما خلاص. فانت بتبقى لابس شيرت الاهلي تعرف انك لازم تكسب البطوله دي، ومفيش يعني قرار ثاني، يا تكسب يا تكسب، مفيش بديل، مفيش بديل يا تكسب يا تكسب. دي بتحط عبء رهيب على اللاعبين وعلى حضرتك بطبيعه الحال. اكيد اكيد. مسؤوليه كبيره جدا، بتتعامل مع ضغوطاتها ازاي؟ والله احنا يعني احنا لعبنا في بطوله القاهره 13 مباراه، بطوله الجمهوريه 16 مباراه. اوكي. طبعا الماتشات دي كلها بتختلف اكيد من فرق مستواها متوسط الاقل متوسط، مستوى فوق المتوسط، مستوى ممتاز. فطبعا احنا بنلعب، انا دايما بفهمهم كده، الماتشات الضعيفه زي الماتشات القويه، بنلعب بمنتهى القوه من اول نقطه لغايه اخر نقطه. لان الماتشات كلها بتبقى شغاله بشكل تصاعدي، لو لعبت ماتش مثلا ماتش ضعيف مثلا لعبت بتراخي يعني بتراخي ومش عارف ايه، هتلاقي نفسك بدون ان تشعر الماتش الجامد اللي بعديه بدايتك هتبقى ضعيفه شويه. فدايما بنلعب بماتشات ضعيفه بمنتهى القوه عشان لما نلعب ماتشات بعد كده فيها صعوبه محافظين على المستوى بتاعنا. قبل الماتشات الصعبه بصفه خاصه بتقعدوا انتوا كلاعيبه مع بعض بتقولوا ايه لبعض في اوضه اللبس؟ بتحمسوا بعض ازاي؟ بتتكلموا في ايه؟ قبل كل ماتش كده كده ضعيف قوي لازم نقعد مع بعض نتكلم. بتقولوا ايه بقى في القعده دي وبالذات قبل الماتشات اللي هي فعلا انتوا بتبقوا داخلين وانتوا ايه شايلين همها انها ماتش تقيل؟ يعني الكابتن يعني ربنا يخليه يعني بيبقى قاعد معانا هو اللي بيتكلم معانا نفسيا وبيحمسنا.
واحنا بنتكلم مع نفسنا نتعادى على الفوز، ما فيش غير الفوز يعني زي ما حضرتك قلت. بس فده بيبقى مسؤوليه علينا يعني، احنا ان شاء الله كنا قدها الحمد لله يعني، عرفنا نحمس بعض قبل كل ماتش ونجيب كل ماتشات. النقطه اللي هو قالها كده في وسط الكلام نفسيا دي نقطه بمنتهى الاهميه. لا كمان لان حضرتك برضو خلي بالك انت الكروت اللي في ايدك، اللعيبه اللي تحت ايديك كلهم في مرحله عمريه كريتيكال جدا، وكلهم عندهم جداً افكار مختلفه وعندهم جداً تغيرات جداً نفسيه وجسمانيه الى اخره. هل بتعتمد على مثلا متخصص في الطب النفسي قبل الماتشات المهمه بصفه خاصه، ولا الاعتماد بالكامل بيكون على حضرتك في التفصيله دي؟ والله المرحله دي اللي هو سن ال 15 و 16 و 17 لغايه 19 سنه مرحله صعبه جدا جدا للاولاد، لانهم بيبقوا مشوشين شويه بين اللي هو بين المراهقه وبين بدايه المرحله. بالظبط الله ينور عليك. ففي كمان حاجه ان انا كنت مرنهم من وقت ما كان عندهم 11 سنه، فانا عارفهم من هم من ايام ما كانوا اطفال. فتقدر تقول ايه في الفولي بالمعلم يعني ايه في الفولي كده انا مربيهم كويس تمام. فدي كانت حاجه كويسه جدا، لان حتى لما يكون في اي مشكله بتحصل لهم مثلا في البيت في المدرسه مع اصحابه مثلا في الشارع بتكلم معاهم، بشوف مثلا نفسيته في التمرين مش كويسه باخده بتكلم معاه مالك في ايه، في حاجه مزعلاك، في حاجه مضايقاك. فدايما بنتكلم مع بعض، في علاقه بيننا وبين بعض صداقه. دي نقطه دي دي حاجه مهمه يعني. جدا. وقبل اي ماتش مهم بنتكلم مع بعض، في لعيبه كده ليهم يعني مهمين في الفرقه لازم بقعد اتكلم معاهم، الماتش ده هنعمل كذا كذا كذا، الماتش ده مهم جدا لازم تتكلموا مع زمايلكم، لازم ننام بدري ناكل كويس طبعا. الكلام ده كله الكلام ده مهم جدا جدا. هل في الفريق حد مثلا عنده ايه ميول او نزعه تمرديه تتماشى مع المرحله السنيه اللي هو فيها؟ لا اكيد اكيد اكيد. وانا يعني من اول يوم في التمرين ضحك خبيثه خلي بالك، ضحكه خبيثه وشفتها دي. لا وفيها يعني انا طبعا من اول يوم في التمرين انا ببقى عارف شخصيه اللعيبه بتبقى شكلها عامل ازاي. في لعيبه هاديه، في لعيبه متمرده، في لعيبه يعني ايه لو انا مش موجود يتمرد الجو ده. بس انا يعني بحاول احتويهم من الاول خالص، اتكلم معاه اقول له في اي مشكله تعالى اتكلم معايا، لو في حتى المشكلة انا تخصني انا شخصيا مضايقاك تعالى اتكلم قول لي يا كابتن مثلا حضرتك عملت كذا كذا والموضوع ده مثلا ضايقني انا زعلان منه او كده. فدي حاجه كويسه جدا للولاد، الولاد بيحسوا ان دايما انا بتكلم معاهم مش مديهم ظهري مش بتكبر عليهم طبعًا. مفيش الكلام ده. فدي كانت حاجه مهمه جدا، وبينعكس كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بمنتهى الايجابيه على ادائهم وعلى حالتهم طبعًا النفسيه طبعًا. وعلى حتى يعني هم رايحين الماتش او رايحين التدريب رايحين اكيد مبسوطين ولا ايه يا زياد؟ اه بالظبط صح الكلام؟ ولا بتقول كده بس عشان كابتن نادر قاعد معانا؟ فك كده وهات معانا وخد في الكلام. عايزين نتعرف اكتر عليك، انت في سنه كام دلوقتي؟ انا في ثالثه ثانوي. خلاص ربنا يعني معاك ربنا يعينك. وعامل ايه في الموازنه ما بين التدريبات والماتشات والمذاكره؟ هو طبعا احنا يعني لازم نيجي على حاجه على حساب حاجه. فانا الصراحه بنيجي على التمرين شويه ونفوت دروس، بس بعد كده لما نخلص البطوله نرجع بقى يعني نكثف الدروس بتاعتنا. وبتخطط لايه؟ عايز تدخل كليه ايه؟ عايز تدرس ايه؟ يعني ان شاء الله عايز اكمل في العلاج الطبيعي. اوكي تكمل في العلاج وانت ابتديت يعني اخش في العلاج واكمل فيه. اوكي يعني عايز دراستك تكون برضو ليها علاقه بشكل ما بالرياضه. بالظبط. اوكي فكره الاحتراف يا زياد هو طبعا لسه شويه لا بس لسه شويه بس برضو هو في بدايه بدايه المشوار يعني. بس فكره الاحتراف عموما وارده في ذهنك؟ فكرت فيها في وقت من الاوقات؟ فكرت. انا مش رافضها عامه بس هو لسه يعني بدري ان شاء الله يعني عليا. بس ان شاء الله يعني لو جالي اي عرض احتراف انا يعني متقبل يعني وحابب الفكره دي. احنا فين يا كابتن نادر من كره الطايره او كره الطايره العالميه؟ والله احنا تعالى نتكلم على مرحله سن 17 تحديدا مثلا. لا مرحلة لو قارنا فرقتنا بفرق دوليه او والله لا احنا لا في المرحله دي احنا مش بعاد يعني، احنا عندنا خامات كويسه جدا في المرحله دي، المرحله اللي بعديها كمان عندنا خامات كويسه جدا جدا. لكن فيما بعد بقى اللي هو الدرجه الاولى والبروفيشنال لا في حاجات بتختلف عن اللعيب يكون كويس، في نظام وفي سيستم الاتحادات بتعمله للبلاد الكبيره في الرياضه دي، سيستم كبير وخطط بعيده المدى الخمس سنين والعشر سنين، وبيهتموا من الاولاد من هم اطفال عندهم 10 11 12 سنه يهتموا بيهم 10 سنين عشان بطوله اولمبيه مثلا. فدي حاجه مهمه جدا طبعا. فالسيستم والنظام ده هي دي اهم حاجه، هتقدر من خلال السيستم والنظام ده ان انت تجيب خامات كويسه، تجيب مدربين كمان كويسين، تدي دراسات للمدربين، تعلم الولاد تعليم كويس، الحاجات دي كلها بتختلف اكيد. بس فده اللي ناقصنا يعني ان احنا يكون عندنا سيستم طويل المدى مدروس وناس عندها خبره تقدر تنافس الكلام ده وبس كده. بس احنا في الفتره الاخيره الحقيقه يعني كلنا لامسين ان في
يعني عارف بالظبط كانك رميت طوبه في المايه الراكده، اقصد بالمايه الراكده اللي هو الرياضه تحديدا. في مصر في طفره ملحوظه في الفتره الاخيره، مش بس على صعيد تنظيم بطولات دوليه بتبهر العالم كله، لا على فكره الاهتمام بالرياضه والاهتمام بالرياضيين. هل الكلام ده انعكس بالايجاب على الكره الطايره بشكل ما، ولا هو منصب اكتر على رياضات تانية؟ لا لا اكيد طبعا، انا عارف كره القدم طبعاً مثلا لا بس كره القدم في العالم كله هي بتاخد الاهتمام الكبير للمسؤولين عن الرياضه. لا بس في مصر الفتره الاخيره دي لا الحمد لله في لعبات كتيره جدا حققت ميداليات كنا زمان بنحلم بيها. دلوقتي بقى حاجه سهله جدا، تفتح كده الفيسبوك تلاقي ميداليه ذهبيه في الجمباز، ميداليه ذهبيه مثلا في السكواش، ميداليه ذهبيه مثلا في امبارح كان معانا علي زهران واخد ذهبيه كاس العالم في الجمباز ما شاء الله. فدلوقتي بقى معتاد ان احنا نفتح السوشيال ميديا او الجرايد ان احنا نلاقي عندنا بطل في اللعبه الفلانيه. كنا في الاول نادرا لما نسمع الكلام ده ونعمله صور وتمثال والكلام، بس دلوقتي يعني مع الاهتمام بالرياضة بقى يعني الموضوع ده بقى الحمد لله يعني، مع الوقت كمان هنشوف الألعاب الجماعية، احنا نفسنا نشوف الألعاب الجماعية، الباسكت والفولي والكورة والهاندبول طبعا واخد طريق كويس ماشي فيه من زمان كمان. بس في الفتره الاخيره في تالق ملحوظ للهاندبول. لا طبعا اكيد اكيد ده برضه عشان السيستم اللي كلمت حضرتك عليه طبعا. يعني السيستم نظام ماشيين عليه من زمان، ونظام الاحتراف اللي ماشيين عليه، ونظام الدوري المرتبط لازم يؤدي للنهايات السعيده اللي احنا شايفينها وبنسعد بيها وبنتشرف. أكيد. زياد يعني الفتره الجايه ان شاء الله بتستعدوا لايه بعد طبعا التتويج بالكاس الجميل ده، ايه اللي جاي بقى؟ ان شاء الله نستعد بقى انا هطلع 19 سنه ان شاء الله نستعد لبطوله القاهره اللي هي اللي جايه. كل الاستعداد بس مش عارف لسه الجهاز الفني ما اتحطش. ده اللي جاي ان شاء الله. ده اللي جاي ان شاء الله. فكره الطول دي قاسم مشترك بطبيعه الحال عند يعني ما عدا البلاي ميكر اظن، او ولا ليه اسم تاني عندكم في كره الطايره؟ لا بلاي ميكر اسمه بلاي ميكر او باصير، بس كان بس كان زمان بقى. دلوقتي المعد او الباصير او بلاي ميكر لازم يكون طويل في المودرن فولي بول بقى، الفولي بول الحديث اللي هو لازم يكون طويل لان هو بيطلع بلوك لاقوى لاعب في الفريق المنافس. لازم يكون طويل القامه بلوكه كويس، في نفس الوقت المينتاليتي بتاعته لازم تكون يعني كويسه جدا لان هو مخ المدرب في الملعب. طب ايه اللي خلى فيه عمر كامل دايما البلاي ميكر سواء في الباسكت بول او في الفولي بول عاده ما بيكون قصير وكانها مقصوده؟ لا هو في الباسكت انا ما اعرفش في الباسكت، بس هو في الباسكت ده بيسهل عمليه المراوغه او يعني متهيألي في الباسكت متهيألي انا يعني مش يعني ما عنديش المعلومه، بس انا متهيألي عشان هو بعيد عن الباسكت شويه فالاسر بيخلي فيه سرعه شويه في الحركه. في باص اسرع، في الكلام ده طبعا اللعيب الطويل غير اللعيب القصير متهيألي كده يعني أكيد. لكن في الفولي اللعيب بيهاجم في الفولي البصير بيهاجم بيطلع بلوك يعني هو كمان مطلوب منه ارتقاء فلازم يكون طويل طبعا. بالمناسبه انت مركزك ايه يا زياد في الملعب؟ ايه الى جانب كونك الكابتن الفريق يعني؟ بنات اوبسيت ده اللي هو ازاي؟ اللي هو قدام عليك اشرح يا استاذ، مش كل الناس خبراء زي حضرتك كده. يعني بهاجم على الشبكه وانا اشول فبقى في الناحيه المركز اثنين يعني. اوكي طبعا هل الاعتماد ما بيكونش بس على الطول، وهو طبعا متحقق ومتوفر في حاله زياد بسم الله ما شاء الله، بس برضو اكيد فكره الارتقاء في حد ذاتها هل دي بيبقى لها تمرينات لوحدها؟ طبعا يعني في بدايه فتره الاعداد يعني الكابتن يعني بيدخلنا جيم وتراك يعني عشان نعمل تحميل بدنيا يعني عشان نعرف نبقى مؤهلين اللي احنا نعرف نلعب يعني بدنيا وفنيا. أوكي. مش كله فنيا بس يعني. مين اكتر لعيب يعني فعلا بتقتدي بيه او شايفه ان هو فعلا مميز جدا؟ كابتن احمد صلاح. في اي مرحله عمريه هفتح لك هوسع لك او اعرض لك القماشه عموما؟ كابتن احمد صلاح فعلا؟ اشمعنى ايه اكتر حاجه ملفته ليه بالنسبه لك؟ يعني هو هل كونه واخد احسن ضريب هل دي في حد ذاتها؟ احسن ضريب في العالم ويعني هو اشول زيه او انا اشول زيه يعني. اوكي. فانا بحب اقلده يعني في اي حاجه هو بيعملها يعني، وهو واخده مثال اعلى ليا من زمان قوي يعني من اول ما بدات الفولي اطلع. اوكي. هل كابتن نادر فكره ان اللعيب يقدر يضرب بايديه الاثنين بنفس القوه وبنفس الكفاءه بتفرق، ولا لما يكون في لعيب يعني مثلا زياد بيقول لك انا اشول فلما يتحط في المركز اللي يسمح له بانه يضرب بايده الشمال بطبيعه الحال بتبقى ضرباته قويه وتؤتي ثمارها؟ لا اكيد. لكن هل بتبقى ميزه برضه ان اللعيب يقدر يضرب بايديه الاثنين عشان تقدر تعمل عمليه تدوير؟ هو صعب للمهاجم، صعب جدا اللي هو يعني يضرب لو لعيب مثلا بيلعب بايديه اليمين. صعب جدا تبقى قوته اليمين زي الشمال. صعب جدا، ممكن مثلا في حالات نادره لو الكره مثلا بعيده عنه او مثلا مش لاحقها او ممكن ايه يضربها بايديه الشمال، بس ما بتبقاش بنفس القوه. هي دي مش بتتراعى في التمرينات نفسها تقويه؟ لا زي مثلا كره القدم اللعيب مثلا اللي بيشوط برجليه اليمين زي الشوطه بتاعت الشمال مثلا،
بتخلق بطبيعة الحال، بس تلاقي لعيب عنده قدره انه يشوط بالاثنين بنفس القوه وبنفس الكفاءه ونفس الفعاليه. بس دي هتبقى حالات نادره شويه، لان عاده اللعيب الايمن بيبقى تدريباته كلها في الاتجاه ناحيه الدراع اليمين، لا بيضرب من اربعه. أوكي. اللعيب اللي بيضرب من ناحيه اثنين زي زياد كده بيبقى اتجاه ضرب من ناحيه ايديه الشمال، فبنحبس طبعا اللعيب اللي بيلعب بمركز اثنين بيبقى اشول. يعني الموضوع بيختلف شويه عن كره، يعني عندنا في كره القدم محمد شريف مثلا من اللعيبه اللي عنده قدره انه يلعب رجلين بالظبط، بيبقى عنده امكانيه، دي امكانيه لعيب يقدر يشوط بالاثنين. لكن مثلا في الفولي بتبقى الموضوع صعب شويه، زي الباسكت مثلا، الباسكت يقدر اللعيب بيلعب بايديه اليمين بتبقى صعبه جدا من الشمال، بيبقى فيها صعوبه شويه. بس هل يا زياد يعني الى جانب التدريبات والى جانب المعسكرات ان وجدت الفتره اللي فاتت طبعا بحكم موضوع كورونا، هل بتهتم ان انت تتفرج على الكره الطايره العالميه؟ هل بتتابع فرق معينه بره؟ هل بتتابع لعيبه بعينها وبتتفرج على الفيديوهات بتاعتهم؟ دلوقتي شغال الدوري العالمي اللي هو الفي ان ال، انا بتابعه، في منتخب اليابان واحد برضو اشول اسمه نيشيدا برضو ده مميز، فبحب اتابعه يعني واتعلم هو بيعمل ايه. حلو برضو النقطة دي، بتهيألي مهمة أكيد إن هم يشوفوا الناس عاملة إزاي. طبعا لما اللعيب بيتفرج على لعيبة عالمية بيتفرج عليهم بيتعلم منهم، بيشوف رد فعلهم في الماتش بتبقى عاملة إزاي، الكلام ده بيبقى مهم جدا جدا. طب إلى جانب متابعة الفيديوهات، هل تعالى نتكلم عن مرحلة ما قبل الكورونا، هل كانت متاحة فرصة إن يبقى في معسكرات خارجية، إن يبقى في مباريات ودية مع فرق قوية؟ أكيد أكيد بيبقى في معسكرات خارج بره مصر بتتعمل، احتكاك مع الفرق الكبيره، اوقات كتيره بيبقى في الفرق دي بتيجي تعمل معسكرات في مصر، منتخبات للناشئين او للشباب بيجي نلعب معاهم، نعمل معاهم ماتشات كويسه جدا. طب في فترات الراحه هل بتكون في توجيهات معينه من حضرتك للعيبه عشان بسائل ما تفرطش والجماعه يريحوا زياده على لا هو في الفتره اللي احنا فيها دي فتره مذاكره ثانويه عامه، انا ما اقدرش اقول لهم اعملوا كذا او كذا، خلاص اسبوعين او ثلاث اسابيع هيخشوا يبتدوا امتحانات الثانويه العامه، فهم مركزين دلوقتي في الدروس وفي، لكن في العادي لو ما فيش بقى امتحانات واحنا مخلصين ومفيش اي ضغوط عليهم، في حاجه اسمها راحه، يعني راحه ايجابيه، بينزلوا الجيم يشتغلوا باوزان خفيفه، يجروا حول الملعب جري خفيف بحيث ان هم ما يقعدش في البيت. أوكي. دايما باستمرار تكون العضله منتبهه. اوكي بس جميل، احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا ونورنا زياد، ومليون مبروك مره ثانيه، وكل التحيه ليكم، مجهوداتكم اتت ثمارها في نهايه المطاف، وان شاء الله الفتره الجايه نشهد مع حضراتكم المزيد من النجاحات. كابتن نادر نورتنا صباح الخير. خليك انا بشكر حضرتك وبشكر القناه على التغطيه الجميله دي، وده يعني حاجه بسيطه بجد والله، ان انتوا ناس فعلا بتغطوا كل الاحداث في النادي الاهلي، والف شكر ليك. لا شكر على واجب يا كابتن زياد، نورتنا وان شاء الله كل التوفيق ليك الفتره الجايه باذن الله. صباح الفل عليكم. شكرا جزيلا. هنستاذن حضراتكم، هنطلع فاصل سريع ثم عوده مره ثانيه عشان نكمل كلامنا في نفس الاطار اللي بنتكلم فيه. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، عوده العشرة الصبح في الاهلي، ولسه مكملين مع حضراتكم مع نجومنا ابطال الجمهوريه في الكره الطايره تحت سن 17 سنه، ومنورنا في الاستوديو الثنائي محمد طارق وانس حاتم، ابطال فريق الكره الطايره تحت سن 17 سنه. صباح الفل عليكم. صباح الفل. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحاله النفسيه انتعشت بعد الكاس والتتويج؟ طبعا. مليون مبروك طبعا، بدايه الكلام لازم نهنيكم على الانجاز الكبير ده، وزي ما ابتديت مع كابتن نادر من شويه برضو، اكيد يعني فكرة ان الموسم كان صعب، عايزين نعرف من وجهة نظركم انتوا بقى مدى صعوبة الموسم ده واختلافه عن المواسم اللي فاتت. نبتدي معاك يا انس. الموسم ده كان صعب شوية عشان كورونا، وكان في توقفات ويوقفوا البطولة ونكملها ونوقف، فبيبقى في مشكلة في المواعيد وكده والدروس بتاعتنا وتماريننا والمدرسة وكده، بس الحمد لله يعني الموسم ده كان موسم حلو ولعبنا بشكل كويس وخدنا بطولة الجمهورية وكده. ومن ناحية حلو فهو حلو زي ما انتوا شايفين. الحمد لله يعني، وكانت بطولة كويسة مع كابتن نادر الحمد لله، وعملنا شغل كويس تمرين زي الحمد لله. وانت بالنسبة لك يا ابو حميد كان الموسم ده عامل ازاي؟ الموسم ده كان مختلف شوية عن الموسم اللي فات، لأن الموسم اللي فات كان مش طويل قوي زي الموسم ده. الموسم اللي فات كان عندنا سوء توفيق شوية، ما قدرناش نحقق لا القاهرة ولا الجمهورية. كان فرق شوط يعني، الموسم ده الحمد لله قدرنا نحقق البطولتين. يعني الموسم ده كان طويل شويه بسبب الكورونا انعكست يعني سلبا الى اي درجه عليكم في التمرينات وفي التجمعات والحاجات دي؟ ان احنا كنا بنقف، فريتم التمرين كان بيهدى شويه، بعد كده بنرجع تاني نحاول نرجع تاني لمستوانا،
فكان ساعتها بقى المستوى بيقع ويالا، فدي كانت مشكله بالنسبه لي. انتوا لما كان بيبقى في فتره توقف نتيجه الكورونا بيبقى توقف كامل ولا برضه بيبقى في حتى ولو على خفيف تمارين؟ لا كان في الاول كنا موقفين خالص، اللي هو في الوقت اللي كان فيه الحظر، فكنا موقفين تمارين خالص. بعديها رجعنا تاني، وبعديها بقى اللي هو الحظر اللي هو بالليل، فبقت تماريننا كلها تبقى الصبح، فبقت مواعيد بتبقى متغيره في الصاله، فبيبقى عندنا مشكله في مواعيد التمارين وكده. بس الحمد لله يعني في الاخر ظبطناها والحمد لله يعني خدنا البطوله الحمد لله. جميل، مليون مبروك. طب تعالوا نتعرف بقى عليكم شخصيا اكتر، يعني انتوا اعماركم قد ايه؟ في سنه كام دراسيا؟ هل زي زياد كده في ثانويه عامه ولا في مرحله في جامعه؟ الله، عديت بقى استاذ، عديت من الثانويه عامه. بتدرس ايه حاليا يا محمد؟ انا تجاره في حلوان الزمالك. جميل. والدنيا ماشي الحال في الدراسه والتمارين والماتشات وكده ولا في صعوبه؟ يعني لا الدنيا مظبطه يعني الحمد لله زي الفل. وانت بالنسبه لك؟ يعني انا 17 سنه، انا ثانيه سنة. اوكي. انا بالنسبه لي يعني تبقى يعني سهله شويه علشان لسه مدرسه وكده، فبحاول اظبط دروسي مع التمارين. بس انت داخل على ثانويه عامه يا حاج. ما هو بقى مش هتبقى بالسهوله اللي انت بتتكلم فيها ان شاء الله. يعني ان شاء الله احاول اوفق ما بين الاثنين، ويعني اظبط دروسي مع التمارين عشان يبقى عندي وقت المذاكره وقت للتمارين، ويعني ان شاء الله. الاهالي عاملين ايه معاكم في التفصيله دي بالذات، فكره ان الدراسه، ويعني انس خلي بالك انت جاي على المذاكره لصالح الرياضه، النوع ده من التعليقات بتتقال لكم؟ هو يعني بيحاولوا يخلونا نبقى ما بين الاثنين، يعني مركزين في الاثنين. يعني في الوقت اللي انا في البيت لازم ابقى قاعد بذاكر ومركز، الوقت اللي انا ببقى في التمرين لازم ابقى مركز في تمريني، ف يعني عشان ما نبقاش مضيعين وقت نبقى على الاثنين مع بعض. انت عموما حاطط عينك على اي جامعه؟ عايز تدرس ايه بعد انا عايز ادرس هندسه ان شاء الله بترول باذن الله. طب الهندسه دي عايزه ده انت لازم تعضعض الكتب يا استاذ، مش بس تذاكر. لا ان شاء الله، بس يعني ان شاء الله قدها ودود، لان دايما بيقولوا على فكره الكلام ده قاسم مشترك في كلام كتير من الابطال في الرياضات المختلفه، يعني ان هم اللي ناجح رياضيا مش بالضروره يكون فاشل دراسيا، عادي جدا. أيوة. ممكن تنجح في الاثنين مع بعض، ولا ايه؟ انت خدت التجربه دي في حته الثانويه العامه؟ لا يعني وانا في الثانويه العامه الصراحه الموضوع كان صعب شويه. لان احنا برضو البطوله بتاعتنا كان في كورونا وكده، فوقفت شويه وترحلت لبعد الامتحانات، فكان ساعتها عندنا الامتحانات مع التمارين والمذاكره وثانويه عامه والضغط والحاجات دي كانت صعبه يعني، بس الحمد لله عدت على خير. وانت بالنسبه لك يا محمد، هل بعد التخرج بتفكر تعمل ايه؟ هل تستمر في دراسه؟ هل تجمع في شغل معين ما بين ان انت بتشتغل وفي نفس الوقت في مجال الرياضه؟ يعني مفكر في ايه؟ يعني هحاول اجمع بين ان انا اكمل ان شاء الله في الدرجه الاولى بلعيب، وان انا اشوف يعني بقى شغل يعني متعلق بدراستي بقى في الجامعه يعني. ان شاء الله موفق باذن الله. ان شاء الله. روح الفانيلا الحمراء يا عم انس، تقول لنا ايه عنها؟ طبعا روح الفانيلا الحمراء دي اهم حاجه. تيشيرت النادي الاهلي بيبقى نص اللعب، 50% اللعب و50% التيشيرت الاهلي. كل الفرق بتبقى نازلين خايفه من الاسم، مش كلعيبه، خايفه من الاسم. فالحمد لله يعني طبعا دي حاجه كبيره قوي ان اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي. اكيد، بس في نفس الوقت مسؤوليتها كبيره هي كمان، ولا ايه يا محمد؟ لا طبعا، يعني اللي بيلبس تيشيرت النادي الاهلي ده بيبقى عليها مسؤوليه كبيره قوي، ان كل ماتش ينزل لازم هو الفوز. ان احنا عندنا المركز الثاني زي الثالث زي العاشر زي حاجه. ده في حد ذاته اكيد بيحطكوا تحت ضغط، ولا ايه؟ انا متخيل كده. بيحطنا تحت ضغط، بس احنا يعني الحمد لله متعودين على كده، متعودين ان احنا الحمد لله البطولات بتبقى معانا، فالحمد لله يعني في الحته دي ما عندناش بيبقى عندناش ضغط قوي، زياده لان كل ماتش احنا عارفين ان احنا ان شاء الله بنخش نبقى واثقين في نفسنا ونخش نكسب، فدي الحمد لله يعني اهم حاجه. زي الفل. مراكزكم ايه بقى في الملعب؟ انا ليبرو. ليبرو. انا مركز اربعه. ده اللي هو ايه برضه عشان نشرح للناس؟ اللي هو بيبقى بتعدوا من اول فين؟ هل من اللي واقفين قدام الشبكه بيبقى واحد اتنين ولا بتمشي من ورا؟ من ورا من ناحيه اليمين، لا يعني واحد من ورا لقدام. كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. اوكي. وبيبقى في تدوير في المباراه الواحده للمراكز، مش كده؟ ما بيبقاش في حد ثابت غير اللي، ولا انت بالنسبه لك مركزك بيبقى ثابت الى حد ما؟ انا بيبقى في لفه اللي هو لما السنتر بينزل ويطلع دي انا بطلع بره، ولما بيبقى السنتر على الارسال. اوكي. لما مثلا النقطه بيخلص بتروح لفريق ثاني بنزل انا بقى مكان السنتر ثاني. مين اتقل الفرق اللي لعبت قصادها في الموسم ده؟ تعالى نتكلم عن الموسم ده بصفه خاصه بالنسبه لك انت يا ابو حميد. في القاهره كان عندنا ماتش الشمس ودجله، كانوا من اصعب الماتشات، وفي الجمهوريه طبعا ماتش الزمالك بيبقى ليه حاجه ثانيه يعني. الثلاث اسماء دول هم اللي اتكرروا برده في الجزء اللي فات في الحوار مع كابتن نادر. كانت ليه صعوبه؟ يعني صعوبه كانت عشان الفريق ليه تاريخ وليه اسم ومعروف، ولا عشان انتوا عارفين امكانيات اللعيبه اللي في الفريق المنافس؟ لا عشان احنا يعتبر يعني اصحاب وكده، وعارفين طريقه لعب بعض ومع بعض في المنتخب وكل حاجه. واحنا فريق الشمس يعني كان السنه اللي فاتت خسرنا منه مرتين او ثلاثه،
فكنا لازم السنه دي نثبت يعني ان احنا احسن و... فالماتش ده كان بالنسبه له برده مزاج خاص يعني. وانت نفس الوقت؟ نفس الكلام. ماتش الشمس وماتش الزمالك كانوا اصعب ماتشين يعني. الشمس كانت كسبانه قبل كده السنه اللي فاتت، فكنا لازم بقى نرد اعتبار ونكسب الماتش ده يعني. الحمد لله كسبنا الماتشين وصعدنا الدور النهائي وكسبنا الحمد لله. كنا في الجزء اللي فات، لو انتوا اكيد تابعتوا معانا الحوار، كنا بنتكلم مع كابتن نادر على تفصيله الحاله النفسيه للعيبه واهميه ان يبقى في تواصل وفي احتواء من المدرب او المدير الفني للعيبه. بالنسبه لكم انتوا الى اي درجه الكلام ده متحقق مع كابتن نادر؟ الصراحه كابتن نادر كان بيساعدنا. قبل ما تكمل كلام عايز احب اقول لك كابتن نادر قاعد ورا الكاميرا اللي يعني حاضر معانا الكلام. لا ايوه قلت لي ايه بقى على كابتن نادر؟ لا لا كابتن نادر الصراحه كان بيساعدنا جدا، اذا كان بره الملعب او جوه الملعب. كان مساعدنا بره الملعب نفسيا، هو اصلا شخصيه مريحه جدا يعني، واضح ما قعدتش معاه اكتر من 10 دقايق بس شخصيه محترمه ومريح جدا، وتحس فعلا ان عنده قدره على الاحتواء. كان بيساعدنا الصراحه، وكان قبل كل ماتش بيتكلم معانا وان احنا لازم نبقى قد المسؤوليه ونرفع راسه، وكان جوه الملعب زي بره الملعب يعني. واحنا الصراحه كنا مبسوطين ان احنا مع كابتن نادر الموسم ده يعني. هو على طول هادي معاك ولا ساعات بتطلعوه برضه من اعصابه يعني؟ لا يعني المجمل ان احنا بنبقى يعني كويسين معاه. احيانا بيتعصب طبعا لما حاجه ما تتنفسش في التمرين، بس يعني كان معظم يعني كابتن نادر لا كان هادي وكويس جدا معانا الحمد لله. قبل برضه نفس السؤال كنت بساله لزياد من شويه، قبل الماتشات المهمه والثقيله بصفه خاصه بتتواصلوا مع بعض سواء بقى في التليفونات في البيوت او قبل ما تدخلوا الماتش في اوضه اللبس بتقولوا لبعض ايه؟ طبعا لازم كل يعني بنكلم بعض علشان يبقى كل واحد عنده المسؤوليه ان هو نازل يكسب، ما يبقاش حد متراخي او مش عايز يلعب. فلازم يعني بنحمس بعض في اوضه اللبس او في التليفون، نكلم بعض نشوف هنعمل ايه في الماتش وكده. وبرده كابتن نادر كان بيبقى معانا دايما بيحمسنا في اجتماع او في الماتش، وكان دايما في ظهرنا. بس يعني الحمد لله كنا قد المسؤوليه يعني الحمد لله. الكلام ده بيحصل بحذافيره وابو حميد ولا في زوايا ثانيه ناقصه للموضوع؟ لا بيحصل طبعا، احنا كلنا قبل الماتش بنتكلم مع بعض اذا كان ماتش مهم او ماتش كده كده كل الماتشات مهمه بالنسبه لنا، فبنكلم بعض ان احنا لازم نكسب اي ماتش، لازم كل ماتش ندخل يبقى بنسبه 100% تركيز، لان كل ماتش بيبقى خطوه نحو البطوله يعني. وكابتن نادر كان بيساعدنا في الحاجات دي وبيتكلم معانا، وكان بيبقى فيه قبل كل ماتش اجتماع ان احنا لازم ننزل 100% ونكسب يعني. عموما المكاسب المتتاليه لفرق النادي الاهلي المختلفه بتاكد حاجه واحده بس، وهي ان النادي الاهلي كالعاده هو ملك ملوك الصالات. حد عنده اي قول تاني بعد اللي اتقال ده؟ لا طبعا. مليون مبروك، انتوا نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله المزيد من النجاحات الفتره الجايه ان شاء الله. هنستاذن حضراتكم نطلع فاصل سريع ثم عوده الى اخر جزء او اخر فقره في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم في اخر فقره في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، وهنتكلم من خلالها طبعا بتفاصيل التفاصيل عن التغذيه السليمه وعن الحياه السليمه الصحيه من خلال ناكل ايه ونشرب ايه. منورانا دكتوره مروه نوح، يعني خير من يتكلم في عالم التغذيه. صباح الفل عليك. صباح الفل، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. انت اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كويس الحمد لله. ليكي وحشه والله. مفتقدين نعوند النهارده. طبعا الف سلامه عليها طبعا، وان شاء الله ترجع عن قريب باذن الله تنور البرنامج مره ثانيه. افتفرت بيك النهارده بقى. ايه ده؟ افتفرت بيك النهارده. يلا بقى احنا عايزين نملى الدنيا رغي. يلا بينا. ايه رايك؟ نتكلم في ايه؟ بص هقول لك على حاجه، هسيب لك انت الطلعايه دي. احنا عندنا ملفات كتيره، بس الموضوع ده مهم جدا، موضوع الحياه التغذيه السليمه. تحب نتكلم في ايه في البدايه؟ الفكره ان في مفاهيم مغلوطه كتيره جدا جدا جدا. ابتديت اتضايق من بجد الناس قد ايه بتتلخبط وقد ايه بتتاذي من كتر المفاهيم المغلوطه، وعلى جميع المستويات يعني، مش نقول الناس البسيطه او الناس اللي مش متعلمه، على جميع المستويات. حلو. كم لخبطه وكم ناس بتتاذي مش عايزه. زي ايه؟ بداية الأدوية، وطالع دلوقتي موضة قوي، ترندي قوي، يمكن أنت مش هتاخد بالك منها، بس كل الستات بتسمع الميزوثيرابي. أوكي، ده اللي هو طلع ترند كده. هو الميزوثيرابي دي حاجة قديمة جدا، عبارة عن كانت زي فيتامينات بتتحقن في الشعر، في البشرة، في الجسم. أوكي. للسنة الموضعية مثلا. إن أنت عايزة تزودي أو تسمني حتة معينة. برافو عليك. كانت كوكتيلات حاجات معينه كده طبيعيه، شويه كافيين، مواد مش عارفه بتحرق الخلايا الدهنيه في المنطقه دي. طبعا عمرها مثلا ما بتنزل على الميزان. ابتدى يطلع ترند، حد عمل بيدي ادويه غلط وبيدي معاها دي، فالناس اتجهت ان الحاجات دي هتخسسني على الميزان 20 كيلو في شهر. فطبعا الناس اتخبلت، كله طبعًا عايز يخس من غير مجهود طبعا. فابتدى يحصل مشاكل رهيبه رهيبه زي وحتى يعني الحاجات المراقبه ابتدت يعني تجيب الناس دي وكده.
ابتدى يحصل ناس بتاخد ادويه مش مرخصه مش عارفين فيها ايه، لان الادويه بتتاخد شريط كده او في كيس. ده عند ناس كتيره جدا في كيس. وصلت بتتكلمي جد والله. بتاخد في كيس وناس قاعدين بره في العياده بشنطه من تحت حاجات، يعني لدرجه جات لي بنوته في العياده جميله جدا، بس البنت عندها زي بقيه الناس الاوبسيشن او الهلع ان انا ابقى رفيعه. الناس كلها لازم تبقى رفيعه ومظبوطه بالملي، مش لازم، يعني ممكن ابقى بس صحتي كويسه، جسمي مظبوط، عندي ديفو هنا ديفو هنا كويس، بس طبعا ابقى بلعب في الرينج الطبيعي. جات لي بمامتها ناس بسيطه، يعني مش بسيطه، هي ناس متعلمه وكويسه جدا. راحت عند كل الناس اللي بتدي ادويه، البنت ابتدى يحصل لها مشاكل، ما بتنامش، بيحصل لها اكتئابات كتير، مشاكل كتيره جدا. هي جات لي صدفه يعني. طبعا انا مسكت الام اتخانقت معاها، يعني قلت لها دي وظيفتك. فالام قالت لي كلمه فعلا، يعني قالت لي دكتوره ما انا مش عارفه، ما انا رحت لدكاتره، كل الناس بتروح لهم يعني بيخسوا كاتبين دكاتره. هي دي المشكله، هو انا علشان دكتوره قاعده في عياده مش مسموح لي ان اذي حد. فدي نقطه مهمه جدا، ارجوكم كل اللي بيسمعني محدش ياخد ادويه غير تبقى دواء في علبه لو بامفلت شركه ادويه انا صاحبتي بتاخده، انا ماليش دعوه، ما ينفعش اخد حتى لو دواء مرخص. ما ينفعش انا اخده عشان صاحبتي خدته، عشان انت خدته، انا جسم تاني، فاميلي هيستوري تاني، عندي امراض تانيه. لا ده في مصيبه سودا كمان يا دكتوره مروه، ساعات الواحد بيتكعبل فيها كده وهو ماسك الريموت. في قنوات كتير بتبقى يعني في قنوات بالكامل مخصصه للنوع ده من الاعلانات، وفي قنوات تانيه مثلا قنوات افلام بس اعلاناتها دايما بتلاقي ايه، بتلاقي شخص شكله كده غير موثوق فيه بالمره، ما شكلوش انه عدى حتى من قدام بوابه كليه الطب في يوم من الايام، وبيعرض على الناس وبيرشح لهم دواء معين ما تبقيش عارفه اوله من اخره، ومعمول في بير السلم. صح، هي كلهم معمولين في بير السلم، وكلهم تلاقي العلامه المائيه في كده، عارف حاجات كده العلامه المائيه، وكلهم زي ما نقول حاجات مضروبه اللي هي بير السلم، وفيها مواد اصلا باند، يعني يعني المنظمات العالميه سحبت من السوق. طب انا بقول للناس فكروا لو في فعلا الحاجه السحريه، الحبه السحريه ولا النقط، انت بتسمع بقى النقط الحارقه وعشب مش عارفه ايه. اول حاجه شركات الادويه المحترمه ما خدتهاش ليه عالميا؟ سيبك من مصر مثلا، يعني كنا حلينا مشكله السمنه اللي كلنا طالعين هنا فيها في العالم بامراضها بحالها محتله. تاني حاجه، طب ليه في عمليات سمنه؟ ما اي حد تخين 200 كيلو ياخد العشبه السحريه والدواء السحري لو هي حاجه امنه، والنقط الحارقه والنقط دي اهم حاجه، ولازم 10 نقط، لو 11 نقطه خطر طبعا. فطبعا دي بجد بهايلايت عليها، لان بقعد مع جراحين سمنه لان هم دول اللي بيروح لهم باللي كانوا عايزين يخسوا. مشاكل لا حصر لها، الناس مش واخده بالها، تقول لك ايه رشا ورانيا وفؤاد وحسن خدوه ما حصل لهمش حاجه. احنا الناس دي ما مش بتعمل هايلايت للناس اللي حصل لها مشاكل. الناس اللي حصل لها مشاكل احنا بنعرفها كدكاتره من بعض اكيد. دكاتره كبد، اساتذه كبد كبار، كم مشاكل لتليف كبد ومشاكل لا حصر لها، ان اي ماده كيميائيه بتخش الجسم بيتخلص منها عن طريق الاعضاء الموجوده. احنا بنقول الانتي بايوتكس والحاجات الطبيعيه، ما تدوش ولادكم كتير، بلاش ادويه عماله على بطال، لان الحاجات دي لود على الجسم، الجسم بيتخلص منها. ما بالك اما ادي حاجات مواد ممنوع استخدامها. طبعا. فبجد الناس لازم اللي عايز يخس او اللي عايز يتخن، الاثنين هيعملوا مجهود. يعني مش بالنيه، النيه حلوه طبعًا وجميله جدا طبعًا. بس تملي بنقول في فرق بين اللي عايز واللي قادر. كل الناس عايزه اي حاجه، لكن مين اللي قادر؟ طيب بغض النظر بقى عن فكره اللي عايز يزيد او اللي عايز يخس، فكره ال- 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 الغذاء السليم من حيث المبدا عباره عن ايه؟ المتوازن. جميل جدا. الغذاء السليم اللي باخد فيه كل العناصر الغذائيه اللي تخلي جسمي يقوم بوظائفه. يعني تملي بنقول الاكل مش اللي بيشبعني ويبسطني بس، لان ممكن اكل يشبعني ويبسطني ويبقى فارغ الفايده. فلازم في عناصر مش انا او انت اللي بنقول عليها، ربنا اللي خالقها، لان كل العمليات الكيميائيه والحيويه اللي بتحصل في الجسم بتحصل بكيميكال رياكشنز محتاجه المواد اللي انا هاكلها. فلازم منها مثلا، وبنتغاضى عنها جدا، الدهون الصحيه. يعني هي مش فكره الدهون غلط، لا احنا بنمنع الدهون الغلط، الحلويات، المحمرات، انواع الدهون مثلا، دول الغلط، دول غلط، لكن الصح مهمين جدا. المحمرات طبعا، كل ما هو محمر. عملية التحمير خطأ نفسها غلط، يعني عملية التحمير اللي هي تنزل نشويات، تلاقي مثلا بقسماط حاجة أو بطاطس في ديب فراي أو في درجة حرارة عالية جدا، دي بتطلع مادة اسمها أكريمالايت، دي كارسينوجينيك أصلا. أو ما نحمر العيش على النار من غير زيت، يعني احتكاك النشويات بدرجة حرارة عالية تطلع مادة اللي هي السودة بتاعت العيش دي مثلا، أو البطاطس المحمرة أو الشيبس لما يتحمر جامد اسمها أكريمالايد. بس الأكل المحمر ده قاسم مشترك في كل البيوت وعلى كل الترابيزات السفرة. مش كل يوم، يعني مش نحمر البتنجان ونحمر البطاطس ونحمر اللحمة ونحمر السمبوسة، مش كل حاجة وكل يوم.
يعني على الاقل يكون بند واحد بس منهم هو اللي موجود، مش كل الاكل مقلي. بس الفريكوينسي قد ايه كريم مهم؟ معدل يعني باكل كام حاجه غلط مضره في اليوم؟ اصل مش محمر بس، ده المحمر ده حتى في البيت يعني مغيره الزيت وعارفه راسه من رجله، انت بره جانك فود مش عارفه الدهون عامله ازاي. زيت باكب بس كده. شوكولاتات، حلويات، حاجات باكت. طب احنا نعرف منين يعني مثلا، هل الواحد ياكل طبقا لهواه الشخصي لميوله، ولا لازم الواحد يبقى عارف القيمه الغذائيه للحاجه عشان بعد كده يختار اكل باكل يعني يبقى اكل الحاجه الصحيه او المفيده؟ طبعا اي حاجه طبيعيه يعني، كل ما نروح ناحيه الحاجه الطبيعيه اللي ما اتحطتش في كيس او ما دخلتش على النار او ما دخلتش ما حصلهاش عمليه تصنيع، دي طبيعيه. بمعنى الفواكه والخضروات يعني، الا يعني اللي فيه مبيدات وكده يعني بنقول ان شاء الله لا او نغسلها كويس والحاجات دي، بس دي حاجات طبيعيه. تملي نقول مثلا، بس انت مش بتاكليها نيه، انت بتاكليها برضو يا متحمره يا بس بناكل سلطات وبناكل بتنجان مخلل وطماطم مخلله، كل دي حاجات فريش. بناكل تفاح وبطيخ وعنب، كل دي حاجات طبيعيه. كان في كلام الفتره اللي فاتت على البطيخ انه عامل مشاكل والخوخ، الكلام ده حقيقي؟ عشان كده قبل ما بدات قمت قايله الا الحاجات اللي بتبقى مرشوشه او فيها مبيدات زياده بتعمل طبعا. واحنا هنعرف منين ان قدامي بطيخه؟ لا ده دي احنا بالستر بقى يعني، البطيخه بالذات مش هعرف، بس الخوخ والفاكهه عامه والخضار يفضل انه يتنقع في ميه كويس قوي ويتحط معاه شويه خل. ودايما برضو بيتقال الدكتوره فكره ان الصح ان الواحد ما ياكلش الفاكهه في اول الموسم بتاعها. لا يعني هو بص يعني اول الموسم نص الموسم احنا لازم اصلا الموضوع اصله كبير، لان لازم يبقى بجمله بقى تصحيح المعلومات يعني يبقى في رقابه على الناس المزارعين او الحاجات دي، لان هي دي في ساعات بتبقى بنسقي بميه صرف، في ساعات بتبقى بنسقي بميات جايه من مخلفات فيها حاجات كيماويه، بنرش مبيدات، احنا ممكن نرش مبيدات بس بنرش مبيدات زياده عن اللزوم فتضر. كل الحاجات دي المفروض ليها نسب معينه، دي الرقابه بقى. عشان كده كان طلع موضه فتره لو تفتكر الحاجات الاورجانيك طبعا اللي هي العضويه اللي ما فيهاش مبيدات او معموله بصوره طبيعيه، وتقال عليها كلام لا مش كلها صح يعني. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ننقل الحاجه في ميه وخل في ميه كويس، ايا كانت الفاكهه حتى لو تفاحه خوخه، ننقعها شويه مده معقوله قد ربع ساعه وشويه خل، فعلى قد ما نقدر نقتل اكبر قدر من الميكروبات او المواد اللي ممكن تضايق. على ذكر الاكل الاورجانيك، حتى بقى فيه بيض اورجانيك ما فيهوش هرمونز المفروض، زي مثلا الفرخه اللي بتاخد علف فيه هرمونز اكتر فيبقى مضر. المفروض الاورجانيك طبيعي، دي كلمه اورجانيك عضوي يعني، ما فيهوش مواد مصنعه كتير. فاحنا تملي بنروح اي حاجه باكت كارثه، اي حاجه مصنعه كارثه. ده في كلام كلمه اي حاجه باكت دي ممكن تبقى نص تغذيه ناس كتير قوي، عشان ما بين عصاير ما بين اكياس المقرمشات البطاطس المقليه والالوان الصناعيه طبعا. كده انت كم الامراض اللي كترت في العالم اخر 10 سنين او 15 سنه مذهل. طب احنا هنعمل ايه واحنا عندنا قوه ضاربه اللي هم الاولاد اللي بيشبطوا في اي حاجه يشوفوها في اعلانات فعايزين منها؟ برافو عليك. والتكنولوجي اللي زاد فخلى الحاجات بتتعمل تحفه، عشان كده كم امراض في الاولاد دلوقتي مش عادي. يعني في حاجات درسناها في كليه الطب كانت قليله جدا، زي الاي دي اتش دي اللي هي فرط الحركه مثلا. كانت الحاجات دي قليله قوي زمان يعني، واحنا حتى بندرسها يعني مش فيناش كتير قوي، بنشوفها صدفه. دلوقتي ده العادي على فكره. فرط الحركه دي برضو بقت من الامور اللي بقت بتتسمع عنها كتير يعني، في ناس كتير بيشتكوا من اولادهم. بالمناسبه عشان برضو لو في حد بيتابعنا عنده ابن او بنت عندهم المشكله دي، اولا يعني بتبقى بتتلاحظ ازاي؟ هل من خلال الحركه المفرطه بس ولا في اي اشارات تانية؟ حركه مفرطه وعدم تركيز يعني، ما بيعرفش لازم يركز. لازم يكونوا مرتبطين مع بعض يعني مثلا بيذاكر تلاقيه بيعمل حاجه اوكي الاثنين مع بعض اتنشن ديفيسيت يعني، هو ما بيعرفش يركز في توبك معين وبيعوضها بحركه يعني، حركات سريعه تلاقيه مثلا في التمرين بيعملوا حاجه هو مش مركز الكابتن بيقول ايه. والموضوع ده ليه حل وليه علاج؟ طبعا بيبقى له حل وله علاج، وساعات بيروح لوحده على فكره وساعات بيزيد يعني. مثلا بنمنع عن الاطفال دول على قد ما نقدر كل الحاجات دي، مواد الحافظه، الالوان الصناعيه، السكريات، لان السكريات الزياده اللي في العصائر والحلويات بتزود اصلا الحركه. وبنحاول نديهم اكل صحي، لان زي ما قلنا الاكل الصحي المواد الفيتامينات والمعادن والالياف والدهون الصحيه بتعمل يعني. ممكن علاجهم غذائيا طبعاً، بس دون اللجوء للعلاج النفسي ولا لازم على حسب الدرجه لان هم درجات. لو قلنا درجه متقدمه يبقى لازم الاثنين بقى؟ طبعا بيبقى في علاج نفسي لازم، لان هو في الاخر بيندرج تحت الامراض النفسيه. اوكي. فساعات في اولاد منهم بيحتاجوا ياخدوا دواء يقلل شويه مع الاكل الصحي. تمام. احنا التغذيه الصحه لما جينا درسنا كدكتوره يعني بشريه اسمها كلينيكال نيوتريشن يعني تغذيه علاجيه. اوكي. مش دكتور الدايت. اوكي. وده فرق ان بنساعد الامراض انها تتحسن بالاكل. فدي مهمه جدا. وده اللي يمكن يرجعنا الاول كلام ان مين بيدي دواء يعني. انا بيجي لي ناس عندي مثلا، طب حضرتك يا دكتور يقول لنا تحليل الغده ده اظبطه، انا اعرف اظبطه
بس انا مش من حقي ان اظبطها لان ده مش شغلتي. ندي العيش لخبازه. خبازه ده الناس بتدي لبعض اقتراحات في الادويه والعلاج بعيدا عن التغذيه بقى. الناس بتتاذي وبيحصل لها اورام وبيحصل لها مشاكل رهيبه. يعني الناس مش متخيله يعني عشان يمكن ما شافوش حد من السيركل الصغيره. فاكر زي اول الكورونا زمان لما جت السنه اللي فاتت احنا ما نعرفش حد جاله كورونا فمفيش كورونا الكورونا مشيت. لا 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 هو فيه بس مش لازم نعرف لغايه ما قربت. مش لازم تقرب. فالاكل الطبيعي والصحي بقى لا غنى عنه لانه بيعالج امراض. اتكلمنا عن الاكل المقلي وفكره ان القلي ويعني دخلنا في تفاصيل خطورتها. طب المشوي اخباره ايه؟ انا لسه كنت هقول تقرا افكاري على فكره. بقى توارد خواطري ازاي؟ لان حتى المشوي فيه اضرار. تخيل طريقه الشوي بتفرق. ليه؟ الكباب مثلا اللي بناكله او ما نمشي. انت سحبتي مننا يا دكتوره كل اللي كل اللي بناكله. طيب. ده عارفين نقلي ولا عارفين نشوي. طب هنعمل ايه طيب؟ لا هقول لك دي مهمه قوي. زي فكره العيش المقمر اللي كنا بيقولوا لنا زمان بلاش تاكلوا الاسود. بلاش ناكل الاسود الا على اللحمه. برده بيطلع ماده اما البروتين يدخل في او يتلامس مع درجه حراره عاليه جدا بيطلع ماده اسمها هيتيروسايكليك امين او هيدروكاربونز. الماده دي كارسينوجينيك برده. فحتى اللي لا قدر الله عندهم كانسر عندهم الحاجات دي بنبعدهم عن الحاجات دي خالص. اوكي. فنشوي اللحمه مش لدرجه انها تتحرق. فحتى اما نمسك كباب ما ناكلش المحروق. اما نشوي يعني على النار يعني نوصل لغايه اخر مرحله الويل دان من غير ما نحرق. برافو عليك. أوكي. اما حتى نشوي على النار في البيت بنشوي كده في بان في النار. ما توصلش حتى لو بزيت ما توصلش لدرجه ان اللحمه تتحرق. أوكي. حتى بنقولها في شم نسيم الرنجه اللي كنا زمان نحطها على النار. لا نحطها في فويل نحطها في طاسه ما تتحرقش. أوكي. فتلامس البروتينات فراخ طبعا كل البروتينات. أوكي. مع درجه حراره عاليه جدا بتطلع مواد مضره كارسينوجينيك شوارد حره في الجسم بتعمل مشاكل رهيبه. اوكي طيب واحنا داخلين على فصل الصيف كل سنه وانت طيبه وانت عارفه بقى الواحد بيعطش كتير وبيفقد كتير من السوائل فبيبقى دايما عايز اي عصاير عايز اي مشروبات برضو ايه اللي لازم نشربه وايه اللي لازم نتجنبه؟ طيب نمره واحد الميه لا غنى عنها. يعني ما ينفعش الميه تتعوض باي سوائل. حلو. ليها معدل معين لشربها الصحي يعني كل كيلو لا ممكن نزيد بس كل الطبيعي. الناس المشكله انها بتقل مش بتزيد. الطبيعي كيلو جرام ل 30 ملليلتر ميه. يعني أوكي. يعني انا لو وزني 70 كيلو احتاج حوالي 2 لتر و 2.1 على مدار اليوم. على مدار اليوم زادوا بقى 3 خير وبركه. أوكي. الجسم بيفلتر الزياده دي. انا بسالك السؤال ده ليه؟ لان احنا عارفين ان في مبدا بيقول لك ان اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب للضغط. فهل الكلام ده ينطبق حتى على الميه؟ لو زادت قوي. يعني الناس بقى اللي بتشرب 6 لتر عشان اخس وحاجات كده. انا بس عايز اقول حاجه برضو للناس بخصوص الميه. لازم اشرب ميه على الاقل اللي انا قلته اللي هو كل كيلو 30 ملي عشان اعرف اخس لو انا بحاول اخس. أوكي. بس لو شربت 4 لتر مش هتخسسني الميه الزياده عشان دي غلطه الناس بتقول لك انا عايز اخس فاشرب 7 لتر. هو في تكنيك للدايت بالميه؟ لا. يعني اللي هو ده يعني ده نمط غذائي لوحده مثلا عشان فقدان الوزن؟ لا بس لا اللي ما بياخدش ميه كويس مش هيفقد وزن كويس. الجسم هيمسك في الدهون مش هيتخلص منها. اوكي فهمت. فالميه مهمه عشان اعرف افقد وزن لان هي 60 70% من جسمنا وبتدخل في كل العمليات الكيميائيه وعمليات الايض. حلو ده بالنسبه للميه. العصاير بقى ايه؟ كارثه بالذات اللي الناس بتستسهلها. يعني الفرش ماشي واللي مش واللي عايز يخس كمان الفرش ياخد باله ان سعراته عاليه. اوكي فالناس تقول لك مره حد بيجي لي ماشيين على الدايت كويس جدا مش بيخس. يا عم في ايه؟ طب تعالى يمين شمال اكتشفت انه بيشرب 3 لتر عصير برتقال في اليوم. أوكي. هو معتبره عصير فرش. أوكي. فما فيهوش سكر حضرتك. لا هو فيه سكر الفاكهه ما البرتقال فيها فركتوز. اوكي فالراجل ابتدى يتخن. بس هي يعني العصاير من حيث المبدا بتساعد على زياده الوزن لانها فاكهه. ده لو فاكهه طبيعيه ولو حاجات صناعيه سكر. لا يعني اللي عايز يزود الوزن طبعًا. من ضمن الحاجات اللي لازم يلجا لها فكره العصاير الفاشل. ليه بقى؟ لان اللي عايز يزود وزنه عاده ما بيعرفش ياكل. اوكي فالشرب اسهل بدل الميه. صحيح. فما خد لي كوبايه برتقان اكنها 4 برتقانات. اللي عايز يتخن عمره ما بيقدر ما يكمل برتقانه اصلا. صحيح. فاخد الكالوريز او سعرات الاربع برتقانات في صوره كوبايه. طب ما ده برضو بدوره هياخدنا على فكره ومبدا المكملات الغذائيه ومدى صحيتها انجاز التعبير. مكملات غذائيه كفيتامين ناقص بعوضه ولا كبدل اكل اخد مكملات غذائيه؟ كبدل اكل اكل مكملات. طيب نرجع نقول نمره واحد اسمها مكملات. يعني لازم يبقى في اكل في الاساس. ده خلقة ربنا. حلو. احنا ماشيين مع خلقة ربنا هو اللي خلقنا هو اللي خلق اجسامنا. ونعم بالله. فلازم نبقى يعني مقتنعين بالفكره دي عشان لا اللي عايز يخس يتازم ولا اللي عايز يتخن يتازم. ايوه بس عاده اللي عنده مشكله في فقدان الوزن غالبا هتلاقي عنده مشكله في الابيتايت نفسها الشهيه. طبعا اجمالي الاكل اللي بياكله على مدار اليوم لما تجمعيه يعمل لك وجبه واحده لشخص تاني سليم. ما هي عشان كده دول بنزود لهم سعرات الوجبه الواحده. يعني بدل ما اشرب كوبايه ميه تاخد نفس الحيز في بطنك. هشربها كوبايه عصير برتقال او عصير جوافه بالليمون. اوكي خدت فيتامينات ومعادن ومضادات اكسده
فاستفدت ونفس الفوليوم اللي نزل معدتك. اوكي مظبوط. طبق السلطه قد كده نحط عليه مثلا 4 معالق زيت زيتون مثلا، شويه مكسرات، شويه شيا سيدز مثلا، شويه سمسم، شويه زبيب. فالطبق الحيز اللي قد كده هيديني بدل 100 سعر 300. انا فاكر برضو في لقاء سابق معاكي كنا اتكلمنا على تفصيله كده برضو، فرصه نفكر الناس بيها او اللي ما كانش سمع الحوار ده يعني يستفيد بالمعلومه، ان في اكلات معينه على حسب البروسيسنج بتاعها انت بتصنعيها ازاي او بتخدمي عليها بمكونات ايه تانيه ممكن يتخسسك يا زي صح. التونه قلنا حتى وقتها، انا فاكر ان التونه في ناس بتاكل تونه كشكل من اشكال الدايت عشان تخس صح. في ناس تانية بتاكل بالظبط كده. برافو عليك. والشوفان نفس الكلام. والشوفان نفس الكلام، لان الناس مثلا ايه، مره واحده جات لي العياده موتر روحي من الضحك، يا ستي تقولي لا انا امبارح كنت خس عن كده. ايوه انا ماليش دعوه، كانت اول مره تجيلي. اوكي. لقيتها واكله كيلو بقسماط شوفان معمول اللي هو بالشوفان كيلو كيلو، فعملت معاها ده انا عامله دايت. صلي على النبي. ليه كلتي ده حضرتك؟ ده دايت، ده شوفان. فكونسبت ان الحاجات الصحيه مفتوحه لا. اوكي. بتخن مش حاجه ما فيهاش سعرات غير الميه. ايوه يعني مثلا الشوفان او التونه امتى يتخنوني وامتى يخسسوني؟ هقول لك. يعني التونه مثلا لو صفيتها من الزيت وحطيت عليها خيار وبصل وجرجير وبقت سلطه كده، بقت خفيفه، ادتني سعرات البروتين والخضروات بس. حلو. لكن حطيت عليها مايونيز او حطيتها بالزيت وزودت، في ناس بزيتها ويزودوا زيت، وحطيت ذره وحطيت فاصوليا حمراء وحطيت مكرونه وكلتها بعيش كده، هتزودني ببساطه. والشوفان؟ الشوفان مستو ان هو نشويات فبيدينا طاقه، بس فيه الياف كتير فبيدينا طاقه ممتده. وغير ان القشره فيها فوائد. طب ما دي كويس. لا في ناس بقى بتعمله ازاي كويسه جدا ومفيد جدا. ناس تحطه مثلا على زبادي يوناني كامل الدسم معاه 4 معالق عسل معاه فاكهه معاه بينت باتر مثلا زبده فول سوداني. لا بقى 1000 سعر. اوكي. 1000 سعر كوجبه فطار. هي على حسب احنا بنصنع الحاجه ازاي او بنتناولها باي كيفيه. لكن هي مغذيه، دي مغذيه ودي مغذيه، يعني التونه مغذيه بالمنظر ده والشوفان مغذي بالمنظر ده، بس اضفت عليه سعرات قد ايه دي اللي بتفرق معايا. اوكي. طيب برضو عايز اتكلم معاكي في حته يعني الاساسيات اللي لازم كلنا ناخد بالنا منها في الفطار وفي الغداء وفي العشاء، بغض النظر بقى انا عايز ازيد انا عايز اخس، بس في اساسيات لازم اكون محافظ عليها عشان احافظ على سلامه وصحه التغذيه نفسها. حلو قوي. احنا بدل ما هنقسمهم فطار غدا عشاء هنقسمهم ناخد ايه مجموعات غذائيه لازم تخش جسمي كل يوم. أوكي. لا بغض النظر عن امتى في اليوم. بغض النظر عن امتى. زي ايه بقى؟ تقسمهم طبعا ل3 وجبات احسن بكتير. اوكي. خضار وفواكه على الاقل، على فكره دي التوصيات العالميه مش رايي. اوكي. على الاقل 5 حصص في اليوم من الخضروات والفواكه. 5 حصص يعني ازاي؟ الحصه مثلا بتاعه الفاكهه قد التفاحه مثلا. أوكي. قد موزه. أوكي. قد شريحتين بطيخ، قد 2 برقوق. يعني يبقى 5 موزات او 5 تفاحات او ما يوازيهم يعني. فاكهه وخضار، الخضار مثلا. أوكي. قد بوله سلطه دي حصه. أوكي. نص بوله باميه، نص يعني مطبوخ، نص مج. اوكي. ني مج كامل، دي حصه فاكهه، دي حصه خضار. اوكي. فاخد 5 من حصص، والله خدت 3 فاكهه 2 خضار 4 خضار 1 فاكهه. ما تفرقش، بس المهم 5 في الاخر. ليه بقى؟ فيتامينات ومعادن ومضادات اكسده والياف. دول اساسي للجسم. حلو. بروتينات مهمه جدا جدا جدا، بروتينات نباتيه وبروتينات حيويه، لان كل جسمنا السلز بتاعتنا بتتجدد وبتتبني للاطفال بالبروتين. اوكي. فايذر هاخد بروتين نباتي من الفول، الحمص، العدس، اللوبيا، الفاصوليا، الحاجات دي. أوكي. او بروتين حيواني، فراخ، لحمه، سمك. وطبعا التوصيات كلها ان الاسماك على الاقل 2 في الاسبوع. اوكي. طب قبل ما نكمل في النقطه دي برضو عايز ارجع للي فاتت، ال5 حصص دول لازم يكونوا متوزعين على مدار اليوم ولا ممكن يتجمعوا؟ ممكن يبقوا فقط. حلو. نرجع بقى للي مكوناتهم تخش جسم. اوكي. حلو. فالبروتين تاني مجموعه لازم تتاخد ماكسيمم 30%، يعني لمشي هاي بروتين زي الناس اللي بتاكل بروتين بس لانه مضر برضه. يعني اي حاجه زياده الجسم بيتخلص منها ولود وبرضه فيها نسبه كوليسترول فمضر. فماكسيمم 30% من سعراتي اليوميه ماكسيمم، على حسب بقى رياضي مش رياضي، راجل ست كده. فالبروتين اساسي، الدهون الصحيه اساسي. على فكره الدهون مش ممنوعه بس نسبتها بنلعب فيها على حسب عايز اخس ولا ادخل. حلو. فلازم ناخد دهون صحيه ونبعد خالص عن الدهون المتحوله والمهدرجه، دي بتودي في ده. اوكي. كل الحاجات الدهون المصنعه بانواعها وكل الحاجات الباكت بانواعها. طب الدهون المهدرجه دي اللي هي زي ايه عشان برضو الناس اللي مش عارفه الترمينولوجي بتاعتها؟ السمنه والزبده الصناعي اللي هي بطعم كذا وهي مش يعني اللي معموله من زيوت. اوكي. الحاجات كلها اللي معمول منها الحلويات والكيكات والحاجات الجاهزه اغلبها
لان الشلف لايف بتاعها عالي يعني ما بتبص بسرعه فتنفع تتسف كيس في كشك في محل في سوبر ماركت مده طويله. فدول اغلبهم لا تملي نستخدم الحاجه الطبيعيه يعني السمنه والزبده الطبيعيه ما عنديش فيه مشكله خالص مفيدين جدا. والزيوت بانواعها تمام زيت الزيتون زيت جوز هند خطير زيت الكانولا زيت السمسم اي حاجه من الزيوت دي كويسه جدا جدا جدا. حلو. والدهون الصحيه عشان اطمن الناس المكسرات البذور اللب كل دي دهون صحيه. أوكي. الدهون بتدخل حتى في تصنيع الهرمونات. أوكي. بتساعد في امتصاص فيتامين دي اللي ناقص عندنا كلنا. طب ما تيجي يا دكتوره نعمل كده ترجمه عمليه اللي انت بتقوليه في صوره جدول معين. احنا عندنا يعني غالبيه الناس طبعا الناس اللي هي وزنها مثالي مش هيبقى عندها المشكله اللي عند الطرفين التانيين في اللي عايز يزيد وفي اللي عايز يخس. ما تيجي نعمل خطه للاثنين فطار غدا عشاء يعني فطار اللي عايز يزيد ايه وفطار اللي عايز يخس ايه وغدا اللي عايز يزيد ايه وغدا كده يعني. طيب مبدئيا نقدر نقول ان يعني احسن حاجه لتقسيم اليوم يبقوا من 4 لـ5 وجبات في اليوم ما بين سناك اللي هي وجبه صغننه ده للاثنين حلو وما بين وجبه رئيسيه. اوكي فلازم نسمي مسميات لان الناس اغلبها تايهه في الشغل وفي الزحمه اكلت النهارده وجبه اكلت وجبتين مش حاسب عصير البرتقال وجبه للي عايز يخس ولا للي عايز يدخل. فدي مهمه قوي. لازم الثلاث وجبات يتكونوا من نشويات صحيه اللي هي فيها قشره من الاخر يعني عيش بني شوفان فريك في الغداء العيش ده برضو للاثنين اوكي احنا الاكل الصحي مالناش دعوه مش اللي أوكي. عايز يتخن ياكل عيش ابيض لانه مضر لانه أوكي. مصنع تمام فلازم ناخد طبعا على حسب ربع رغيف نص رغيف رغيف اكوردنج عايز اخس ولا اتخن. احلى حاجه ناكل معاه بروتين الصبح. البروتين ده في صور حاجات كتير بيض فول جبنه لبنه جبنه قريش يعني الحاجات اللي في المتناول ولازم يبقى خياره جرجيره بصله الحاجات دي. حلو ده فطار لان الناس اغلبها تقول لك ايه الخضار لا السلطه لا نقشرها وسط الاكل. أوكي. في النص بقى اكوردنج عايز اخس ولا اتخن اخد فاكهه. أوكي. الناس كتير ما بتلاقيش وقت الفاكهه او بتابيوز الفاكهه بتاكلها زياده قوي تفاحه موزه بطيخه برقوقه عنب اي حاجه في النص او طبق سلطه او زبادي لان الناس كتير بتنسى برده منتجات الالبان وهي مهمه جدا. واحده زبادي كده لايت بقى مش لايت شايل وشها حاطط عليها معلقه عسل حاطط عليها مكسرات اكوردنج عايز اخس ولا اتخن. فاللي عايزين يتخنوا زي ما قلنا هناخد الحاجه بدهونها ونزود عليها زياده في علبه الزبادي قد كده حط عليها مكسرات حط عليها معلقتين عسل حط عليها زبده فول سوداني مثلا. اوكي التاني اللي عايز يخس هياخد علبه زبادي بس يا لايت يا اما عاديه يا اما بلدي واشيل وشها عادي خالص. الغداء لازم ده الطبق الصحي اللي على فكره المنظمات قايلاه مش انا الطبق كده يتقسم كده سلطه وخضار ونشويات وبروتين. وعلى فكره اللي عايزين يتخنوا بقول لهم كده كمان لان ده الاكل الصحي سلطه وخضار ونشويات وبروتين. حلو النشويات بره بيسموها في فما بندرس جرينز ما بيقولوش عليها نشويات جرينز يعني بقشره حبوب يعني الفريك احسن من الرز. تقدر الاشاره ان احنا فاضل عندنا دقيقه واحده عشان بس العشاء. عشان نخش على العشاء بقى عشان كده قلت الحقك. العشاء ممكن نقول انه يبقى زي الفطار للناس اللي عايزه تتخن يعني برضو المجموعات دي اللي هو الفول والبيض وجبنه القريش الى اخره. واللي عايز يخس هنشيل النشويات بالليل هناخد يعني بروتين وسلطه وخضار او فاكهه وزبادي او فاكهه بس او زبادي بس. زي الفل كالعاده بنسعد بوجودك والله وبنسعد بس على انا بتقولي كلام مفيد. انا عايز اقول لك متخيله كميه الناس اللي عندها مشاكل في التغذيه يعني وصل ده انت ادرى مني مليون مره. لا انا كمان هقول كلمه بس تعقيبا اخر كلمه فضلي. ان في ناس وزنها كويس وتغذيته مش سليمه فاحنا ما بنقول الاكل ده مش للي وزنه كتير او قليل. أوكي. في ناس كتيره وزنها مظبوط جدا وعندها انيميا وعندها مشاكل صحيه جدا وعندها امراض. فالاكل الصحي يا جماعه للبشريه لكل الناس كبير وصغير تخين ورفيع كل حد. زي الفل اتمنى تكونوا حضراتكم استفدتوا يعني زي استفادتي انا شخصيا من وجودنا النهارده مع الدكتوره مروه نوح. نورتينا كالعاده وما تغيبيش عننا كتير بقى. لا انا معاكم على طول ما احضرينا على طول يا دكتوره. يا سلام ده شرف ليا. ربنا يخليك جدا احنا اللي بنشرف بوجودك معانا وبنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا النهارده وكل الشكر لحضراتكم على حسن متابعتكم لحلقه النهارده واللي هي بالنسبه لنا احنا في 10 الصبح في الاهلي هي حلقه نهايه الاسبوع. معنى كده ان احنا ان شاء الله يوم الاحد القادم قبل دلوقتي بساعتين يتجدد اللقاء وحلقه جديده باذن الله. نشوفكم على خير صباح الحلويات.